Well, Thanks. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سامحوني تأخرت شوي بالدخول كان في مشكلة بالإنترنت وهلا إن شاء الله مش الحال عم بنتظر كم دقيقة بلكي بعض الأشخاص بيرجعوا بينضموا لإلنا الله يعطيكم العافية يا ربي يبارك فيكم آه، رح نتابع إن شاء الله بتيسير الله آه، اليوم إن شاء الله محاضرتنا السابعة آه، بقي المحاضرة الأخيرة يوم الخميس رح تكون آه، رح تتمحور إن شاء الله محاضرتنا اليوم ومحاضرة يوم الخميس في تفصيل كتير من النقاط وكتير من الأمور آه، يلي رح نتمعن فيها عن دراسة خطوات إدارة الحالة آه، من الناحية التطبيقية بالإضافة للناحية النظرية يعني رح نحكي مثلا عن المرحلة الأولى إيش من الناحية النظرية كيف بإمكاننا نحن نملأ النماذج من الناحية التطبيقية ومن الناحية العملية آه في بعض الأشخاص كأني رافعين اليد إذا عندهم سؤال أو استفسار ما بعرف آه أتفضل هشام كأني تفضل هشام إذا حدا عنده سؤال تفضل قبل ما نبدا يا جماعة تمام؟ طيب تمام إذا حدا عنده أي سؤال أو أي إضافة بإمكانه يكتب على الشات بشكل مباشر إن شاء الله. المرة المقبلة اخذنا كثير من الامور عن مهارات التعاطف ومهارات التواصل وحكينا عنهم بشكل كثير كبير. قبل ما فوت اليوم بالمحاضرة السادسة السابعة واللي هي جدا مهمة <applause> الله يكرمكم يا رب نحط ميوت لو سمحتم يلي عم يدخلوا جداد مباشرة ميوت تمام مشان ما نأثر على تسجيل المحاضرة إن شاء الله إذا رجعتوا سمعتونا مرة ثانية ونحكي فيها تمام المرة الماضية ما حسنا نكفي بموضوع المقابلة المهنية والخطوات الأساسية كي بإمكاننا اليوم نحن نقوم بمقابلة مهنية سواء كان بتعاملنا مع الأطفال أو حتى مع مقدمي الرعاية في بعض الأمور لازم نهتم فيها وراح ندخل بشكل مباشر إن شاء الله بموضوع الخطوات المهمة أه المقابل المهني نحن كلنا مضطرين نقوم بمقابلة مع الأشخاص اللي لحنا نتقي فيهم بما يخص عملنا كإدارة حالة وركيزة جدا مهمة أنت وقت تعمل أي مقابلة لازم تكسب ثقة المستفيد آه لا تحسن تبني كتير من الأمور عليها فيما بعد فكلاتنا لازم نمتلك مهارات التواصل مثل ما حكينا سابقا ومهارات التعاطف لهذا الشيء ساعدنا للقيام فعلا بمقابله مهنيه هيدي المقابله المهنيه الى محاور الى ضوابط الى ارشادات لا يكون في ان نقاط عمل اساسيه لا تبني عليها فيما بعد وتفوت بمداخل عملك كمراحل وخطوات اداره الحاله انت بكل خطوه من خطوات اداره الحاله فبيكون انت بتقوم بمقابله مهنيه بتقوم بموضوع ملاحظه فالمقابله المهنيه بشكل عام اعزائي اجراء حوار ونقاش مع الطفل واسرته ما بس مع طفل اسرته، احتمال يكون مع مزودي خدمه، احتمال يكون آه مع آه معلمين اذا احتاج هذا الامر، حسب نوع الخدمه اللي بتطلب الطفل تدخلنا او ادارتنا، فانت مضطر تكون في عندك نقاش حوار مع الاشخاص حتى المفتاحيين ليلبوا لك بعض الخدمات اللي انت بتكون بحاجه لها. هيدي المقابله لازم تكون بجو من الامان، في مساحه مناسبه للتواصل، آه في لك هدف من اجراء هيدي المقابله، ليست هي بشكل عشوائي بتملا، هي مهيكل هي مناسبة هي ممنهجة فبتم بوقت محدد من قبلك كعامل ادارة حالة وحتى ما قبل الاشخاص اللي راح تلتقي انت فيهم الصوت واضح للجميع ان شاء الله ما في مشاكل بالانترنت بس حدا تبني اذا واضح الصوت ولا لا ولا يهمكم اهلا وسهلا في جميع لا لا. الاشخاص اللي معنا ايه تمام فأنا عدة ضوابط أنا حطيت لكم إنه هو الشخص اللي راح يكون بالمقابلة مين يلي يعني بدي المقابلة يلي يعني هي حضراتكم كلياتكم كأخصائي إدارة حالة آه لازم تكون مكان المقابلة مكان مريح للجميع آه في وسائل الأمان آه في الشخص يحس حاله أنه هو بأمان ليس الأمان من القصف أمان أني بالتحدث وبالحرية وبالنقاش ونحن نستعمل معه مهارات الإصغاء الناشط وقت المقابلة يكون مناسب للطرفين ما نروح بوقت أن يكون الأهل أو الطفل أو حتى مزودي الخدمة يكون ما في عنده مجال استقبالك فلازم أنت تعد وتنسق قبل بوقت مشان المقابلة وتشوف المكان المناسب لألا لا. لازم تحدد بدة زمنية للمقابلة لازم يكون معك ورقة وقلم هاتف أي شيء لتدون الملاحظات بعرف احتمال بعض الأمور أو بعض الأحيان أن يكون تسجيل الملاحظات يسبب إرهاق أو توتر للأشخاص يعني أنت عم يشوفوك عم قد قلمي ورقه فعم بسجل هيدي المعلومات يشك يحسوا في شيء من نوع اني انت ليش بتسجل هذا الشيء؟ لكن انت بطريقه حوارك ونقاشك بامكانك تلاجي هذا المخاوف الموجودين عند الاطفال او حتى عند مقدمي الرعايه. بعض الاشخاص بيقولوا لا بالعكس اني انت عم بتسجل وبتدون قدام الاشخاص فبيلاقوا اني فعلا انت مهتم لهيدي الامور وبتدون كل نقطه مشان تساعدهم ب التعامل بكثير من الاشكاليات او الصعوبات او التحديات اللي هن لها او قوة خلال مسيره حياتهم فانا حطه هيدا بعض الامور يلي بتساعدنا او بعض الضوابط يلي موجوده ضمن المقابله شيرحه كل وحده ببعض الامور بما يخص معد المقابل لازم الشخص اللي هو بيقوم باجراء المقابلات يعرف الاحداث وطبيعه هيدي الاحداث ممكن ان يكون الطفل كثير عاش من الاحداث فبيعرف كيف هو يناقش كيف يكون طريقه طرحه للاسئله كيف بامكانه اليوم يعمل تغذيه راجعه فهذا الشيء مهم ليساعد استخلاص كثير من المعلومات وما يضيع بتشعبات ما له فيها وهو بعيد عنا كل البعد كمان بنفس الوقت لازم يكون قادر على اتراك مهارات التواصل سواء كانت لفظيه او غير لفظيه يفهم ردود الفعل الناتجه عن الاطفال من خلال تعرضهم للازمات لازم يكون شخص متلقي كثير من التدريبات وخاصه يكون في عنده بعض المهارات الاساسيه حول الاسعافات النفسيه الاوليه تتذكروا المقطع الفيديو اللي آآ آآ عرضته المرة الماضية فهو كتير مهم كيف أنت بتروح للأشخاص اللي هن أكتر شيء بحاجة لألك كيف بإمكانك تعمل أول شيء تستمع لألون بعدين يكون عندك مهارات الاصغاء والاستماع، بعدين تقوم بعمليه ربط اذا هو هذا الشخص بحاجه الى معلومات، بحاجه الى خدمه معينه. يجب دائما ان يكون معد المقابله يعد بطريقه واعيه تكون مجهزه قبل بوقت مناسب للامور فتحه كثير كبيره بينه وبين الاشخاص الثانيين مكان المقابله دائما لازم تكون ببيئه امنه، آه لازم تكون النقطه الاولى نشرح للاشخاص اللي نحن رح نشتغل معهم آه اني لازم تتم المقابلات بسريه تامه، المعلومات اللي رح ناخذها هي مت... فقط بيني وبينكم، فقط اذا بامكاننا نشاركها مع مشكل المباشر اذا اضطر الامر او نرفع توثيقات معينه لكن بهيدي التوثيقات ما رح نذكر اي اسم بخصكم الا بتكون مرمزه برموز نحن يعني لا بناء على الشغل اللي بإمكانك أنت تشتغله بناء على نطاق المشروع هذا الشيء كمان فيه خصوصية نحترمها ب... نحترم ممنوع اختراق الخصوصية لأي شهر يكون في حدود مهنية بيننا وبين الأشخاص دايمًا نخبر الأشخاص الآخرين آه كما هو مناسب بالسياق او مناسب للجو اللي يعني انت فيه آه انك تود ان تجري مقابله مع الطفل لازم هذا الشيء يساعدك على خلق جو صديق للطفل ما استطعت يعني قدر الامكان لازم انت تخلق فيه جو آه يساعد الطفل للتعبير في كثير من الاحيان الاطفال غير قادرين على التحدث آه بيلاقوا كثير من الصعوبات وخاصه وقت بيكون يعني الصدمه حديثه تمام بعض الاشخاص بيكون القطع الانترنت عندهم آه زملائي ما في إشكالية أبدا تمام ولا يهمكم بإمكانكم هلا كل شخص يرجع يفوت على الإنترنت ويدخل بشكل مباشر ويتابع معنا إن شاء الله المحاضرة مو لازم ياخذ موافقة من صاحب الحالة للتدوين، هلا انت من خلال طريقة حديثك لأول مرة فأنت راح تخبره عن شغلك اللي راح تشتغله عن خطوات إدارة الحالة، أنا راح آخذ بعض المعلومات اللي بتفيدني طبعا يلي يعني خلال شغلي اللي بيساعدني على حصول طفلكم على التعافي، أكيد راح تاخذ أنت إذنك من خلال طريقتك بعرض الموافقة المستنيرة، فأنت مضطر بأي خطوة راح تشتغلها حتى مع الطفل مع مقدمي الرعاية مع مزودي الخدمة تحصل على موافقة بكل خطواتك وبإجراءاتك. لازم نحن كأشخاص قادرين على قيام بأي مقابلة نبتعد عن أي شيء ملهي للتشتتات أو الملهيات ما يكون في حواجز بيننا وبين الأشخاص اللي بيكون مقابلة حتى نحن دائما عم نقوم بإجراء مقابلة بطريقة قاعدتنا بتكون عن طريق زاوية منحرفة يعني ما تكون بشكل فيس مقابل فيس بينك وبين الشخص مشان ما تسبب له أي توتر يعني بتكون على شكل نصف دائره بامكاننا نقول هذا الشيء بيبعت التشتت او ملهيات ما يكون انت ماسك جوالك انت والله عم تكتب وملتهي بكذا شغله بامكانك انت اذا شفتوا بعض الاشخاص ما نحبين تستعمل الورقه والقلم وتاخذ ملاحظات فينك انت تحاول قدر الامكان تركز هذا الشيء بذاكرتك بذهنك وبعد انتهاء الجلسه تروح تفرغ كل هيدي المعلومات في بعض الاشخاص لا بيكون الامر جدا عادي لهم يعني ما بتلاقوا فيها صعوبه من خلال تسجيلك هذا بما يخص مكان المقابلة اللي رح تختاره مدة المقابلة ما تكون كتير كتير طويلة وما تكون كتير قصيرة ما تأخذ الجدول اللي أنت بدك فيها معظم الأطفال يحتاج وقت الاسترخاء فكر في ذلك فينك أنت تقوم بالاسترخاء مع الطفل التنفس العميق تستعمله استرخاء عضلي فهذا الأمور كتير مهمة عند الطفل تخليه يشتغل بنوع من الأريحية الأطفال هم من يحددون وتيرة الحديث ليس أنت يعني ما أنت يلي بدك تجي تجبرهم أو تضغط عليهم بالحديث لا هن رح يكونوا آه بيديروا الحديث انت عليك تسير الجلسه تمام لاني ما انت العبء الأكبر بطرح الحديث لا رح يكون كل النقاش وكل الحديث على الاطفال انه يحكوا وانت تدير حديثك بقدرتك وبماهيتك لتحصل على المعلومات يلي هي مهمه لا تسال عن الكثير من المعلومات بوقت قصير يعني مده جلستك 45 دقيقه ما تروح تكون كلها طرح سؤال وجواب سؤال وجواب لا انت تروح الحديث يمشي بالطريقه يلي هي مناسبه للحديث ما تكتر كثير اسئله ولا تقرر كتير أسئلة خلينا نمشي بالنوع الوسط آه، يلي فعلاً أنا أحصل على معلومات هي فعلاً مفيدة لي بالحديث وما تكون معلومات كتير فائضة غير مفيدة الحديث الطويل نسبياً مع الطفل يؤدي لنتائج جيدة. ولكن الأطفال الذين يشعرون بالتوتر أو القلق يفضلون دائما المقابلات القصيرة وهذا الشيء رح تلاحظوه انتم إذا في لبعض بعض الأشخاص اللي بيشتغلوا بشكل مباشر مع الأطفال بيشوفوا الأشخاص اللي في عندهم نوع من التوتر أو القلق أو الخوف دائما بيميلوا للمقابلات القصيرة لما يقعوا حالهم بإحراج <applause> آه يجب ان لا تقل اي مقابله عن 20 دقيقه ما هي مقوله اليوم انا كمان عم بشتغل بمقابله مده أيدي المقابله 15 دقيقه ربع ساعه يعني بما تسلم على الطفل بما تكتسب مهارات التواصل معه وتفتح الحديث والنقاش راح يطلع الحديث مباشره يعني آه بتحس الحديث يعني انتهى او الوقت انتهى فما حصلت على المعلومات اللي بدك اياها انت فحاول قدر الامكان تكون مده المقابله 20 دقيقه هلا رح نحكي قدر مدات المقابله حسب اعمار الاطفال يلا بعمر الطفل دورا في تحديد مده المقابله 30 دقيقه للاطفال الاقل من 9 سنوات يعني اذا انت الاطفال اللي بتتعامل معهم ما دون سن 9 سنوات فيفضل ان يعني تكون مدتها نصف ساعه خمسة وأربعين دقيقة للأطفال ما بين العشر سنوات ال عشر عام يلي يعني هي يعني مثل الحصة المدرسية والحصة الدرسية خمسة وأربعين دقيقة وحصة النشاط اللي نحن نقدمه مع الطفل أقصى مدة اقصى مده يعني اكبر حد المقابلات هي ساعه بالنسبه للاطفال ما بين ال 15 و 18 عام طبعا المقابلات احتمال تكون فيها فترات راحه تكون فيها التعريف عن النفس بعدين تبلش بالمحاضره اللي بدك تحكي فيها انت احتمال تكون جلسه رفع توعيه للطفل بتحكيها بترجع بتاخذ نشاط ترفيهي بتتذكروا السلم الهرمي اللي حكينا فيه القوس يلي كيف بامكاننا نفتح الجلسه نرجع نباشر بنشاط بسيط نبلش بالنشاط الأساسي اللي بدنا هو هو نشاط دعم نفسي اجتماعي جلسة توعية ايش انت نطاق حديثك او مقابلتك اللي رح تنتهي بعدين رح تنتهي بتلخيص النتائج كمان انهاء بنشاط فكري او نشاط ذهني وبيتم اغلاق الحديث فانت هون بدك تحط في فكرتك نوع المقابله اللي بدك مع هذا الطفل ايش بتتركز فبتكون المده دائما نحن نتبع ما تطول كثير ما ما تصير فتره ملل كثير كبيره والاشخاص بعدين يملوا من حديثك وما يرجعوا يرغبوا بالحديث مره ثانيه بجلسه ثانيه تدوين الملاحظات من الصعب ما ان يتم التركيز على حديث الطفل وتدوين الملاحظات البيانات او المعلومات لكن مع التدريب ومع الطوله والتخطيط تستطيع ان انت تاخذ موافقه مستنيره من الطفل وتقوم بتشرح ليش انت للطفل بدك تقوم بتدوين هي الملاحظات وتوضح له الهدف الاساسي من اجراءه اطلب الاذن دائما بالتدوين هل تمانع أن أكتب بعض الملاحظات اللي بتساعدني دائماً بتركيز بعض المعلومات؟ هل تسمح بكتابة بعض المعلومات حتى لا أعود لسؤالك عنها مرة أخرى؟ آه هذا الشيء بيساعدك أنت لا تفوت بسلسلة من الحديث مع الطفل. ضع الطفل كما هو مناسب ان يطلع على ما قمت بتدوينه انت فينك بعد ما تخلص مقابلتك تخبر الاطفال فينك بامكانك باي وقت ترجع اذا طلبت انت تشوف الشيء اللي انا بتحدث عنه أنه هو مدون تنتبه له وتشوفه فينك انت باي وقت تلجا له مشان ما هو يتشوش وما يصير عنده أي تفكير أو أي لغط أني تاخذ معلومات تكون غير مناسبة أو تكون فيها يفكر أني هو أخذ السرية المطلقة من قبلك يفكر أو فيها خوف أي شيء تجاهه ففينك أنت تشوف التدوينات يلي هي موجودة لا يمكن الاعتماد على ما يقوله الأشخاص دائما تمام احتمال بعض الأفراد يا جماعة يكذبوا، فنحن ما فينا دائما آه نشتغل اني بموضوع تكذيب الحاله ابدا، انت رح تشتغل بمصداقيه دائما مع الطفل، لكن فينا ترجع لكثير من الشغلات انت من الاهل، آه أصدقائه إخواته لاخواته ضمن البيت، رفقاته بالمدرسه، فربما يكونوا منهمكين للغايه في الامر الى درجه لا تمكنهم من رؤيه الاشياء بوضوح. او يمكن ان يكونوا غير قادرين للتعبير عما يحدث. أو يحاولوا التستر على الأمور خوفا من العواقب خوفا من وصمة العار أو خوفا أن يكون هنا بالطرق بالحديث فيشتتوا هيدي الأمور يمكن أن توفر ملاحظة الأشخاص معلومات بشأن الطريقة التي يتعايشون ويتفاعلون بها. هيدي طريقة ملاحظتك يعني أنت مقابلتك عبدون لكن الملاحظة إلى ثلاثة أرباع الغرض. فزملائي دائما انت ملاحظتك للطفل ردود افعاله السلوكيات اللي بتظهر منه آآ آآ طريقه جلوسه قعدته نظرات العيون لغه الجسد كلها بامكانك انت تاخذها نحن بامكاننا نسميها هي فحص الحاله العقليه عند الطفل او فحص العاهل الذهنيه يلي بامكانك تلاحظ انت سلوكه تمام العام مظهر جسمه طريقه كلامه نبره الصوت اللي بتطلع عند هذا الشخص حركات ايديه حركات الرجلين تعابير الوجه كيف عم بتكون فهيدي الامور انت ملاحظتك كتير مهمه وفينك انت تسقطها كمان من خلال المقابله بعد ما تنهي الجلسه دائما بتطلب الملاحظه ان تكون انت حساس عندك درجه عاليه من الحساسيه عندك يكون وعي وبنفس الوقت يكون في فهم لمدركات الطفل وردود الفعل اللي هي ظاهره من قبل الاطفال فالمقابله مهمه ملاحظه كمان جدا مهمه دائما نحن لازم نمتلك نتحلى بالصبر آه، نحن من الأشخاص اللي دائما بنكون صبورين لدرجة كتير عالية دائما بدنا نتقبل وندعم المشاعر بنفس الوقت وحكينا عن هذا الأمن بمهارات التعاطف كيف بإمكاننا نتعاطف مع الأشخاص عم بيكون عندهم آه مشاعر مؤلمة أو مشاعر محزنة امنحوا الأمل نمنح الأمل لدرجة معقولة أن الحمد لله رب انت طلعت من درجه كثير صعبه الحمد لله انت وصلت هيدي المرحله مجرد اني نحن وجودنا مع بعض آه، رح نوصل لكثير من الامور هذا الشيء رح يساعدك آه، الحمد لله رب العالمين ففينك انت تطمن الطفل وبنفس الوقت تعطيه من الامل ان يخرج من حدث صادم كتير من ال... كثير في بالمقابل في كثير من الاشخاص فقدوا حياتهم تعرضوا لصعوبات كتير آه، سيئه لكن اني انت وصولك لهي الدرجه وطلبك للتعافي كثير مهم لحياتك هون بما يخص موضوع المقابله ان شاء الله اليوم رح نتعرف بنقاط كثير مهمه رح نتعرف على مراحل اداره الحاله على كل مرحلة على حدة، رح ناخذ بعض الخطوات اليوم رح نكمل خطوات ان شاء الله بالمحاضرة المقبلة رح نتعرف على افضل الممارسات بكل مرحلة من هيدي المراحل رح نشوف الورقيات المطلوبة بكل مرحلة لنتعرف على نظام الاحالة وآليات الاحالة كيف رح يكون التعرف على كيفية تنظيم العمل على ملفات ادارة الحالة كيف من الناحية التطبيقية ومن الناحية العملية حدا عنده أي سؤال قبل ما نفوت بمراحل أو بخطوات إدارة الحالة؟ ولا الأمور تمام واضحة لكم؟ تمام؟ تمام لبنى ولا بيقولوا الأمور تمام تمام آه كلها تكون شايفين معي آه هذا النموذج يلي هو امامنا كلياته ظاهر يلي هو عباره عن خطوات اداره الحاله هي عباره عن ست خطوات، اذا بتتذكروا معي كلياتكم يلي حضر المحاضره الخامسه حكينا عن خطوات اداره الحاله وخبرتكم اني رح نتوسع فيها فيما بعد ورح ندخل بكتير تفاصيل لها. آه، رح ناخذ اليوم خطوات التحديد والتسجيل اليوم انا هون بهذا الهرم او بهذا النموذج الموجود امامي موجود ست خطوات اللي هي من اول التحديد والتسجيل اللي بتنتهي اليوم بعمليه الاغلاق او انهاء عمليات التدخل مع الاطفال اول خطوه هي خطوه التحديث والتسجيل يلي هلا رح ناخذ بكثير من التشعبات ورح نفوت بكثير من الامور فيها مع بعض يلي بتبدا هل الطفل عنده مخاوف متعلقه بالطفل تدخل ضمن معايير الضعف تذكروا كلها تكون اليوم معايير الضعف يلي حكينا عنها مستويات المخاطر يلي تحدثنا عنهم يلي هن كثير مهمات فأول خطوة هي تحديد والتسجيل هي في مخاوف عند الطفل إذا هي موجودة مخاوف نعم فرح ننتقل بشكل مباشر اليوم بعدين لمرحلة التقييم الأولي والشامل أما إذا كان ما في مخاوف متعلقة بالطفل لا هم بإمكاننا نتوقف وما بنتخذ بأي أجراء إذا شايفين اليوم كل معي هون هون نسأل حالنا كلاتنا هذا السؤال هل المخاوف المتعلقة بالطفل تدخل ضمن معايير الضعف إذا نعم رح ننتقل للخطوة المباشرة الثانية أما إذا لا رح نتوقف هون ما في اي اجراء بيتم الاتخاذ لاله منوقف وما بنشتغل فيها وبعدين نحكي بمواضيع الثانيه بموضوع التقييم والتخطيط والتنفيذ ومسمى المتابعه والمراجعه والاغلاق خلينا نروح كلياتنا مع بعض ونحكي اليوم عن الخطوة الأولى اليوم هي الأولى هي التعريف والتسجيل أو التحديد والتسجيل تمام، اليوم نحن رح نسجل حالة فردية عند الطفل، طفل لواحد لحاله مع أخصائي إدارة الحالة، أما بإمكاني أسجل طفل لحاله تبعاً لما يلي. أول نقطة يا جماعة ويلي هي نقاط أساسية معايير الضعف يلي يعني نحن تم الاتفاق عليها سابقا وحكينا فيها كلها ووضحنا إيش عوامل الضعف وحكينا عن المخاطر وحكينا عن شواغر الحماية اللي حكينا هي من ضمن الإساءة بأشكالها حكينا عن العنف حكينا عن الإهمال وحكينا عن الاستغلال وتحدثنا عن معايير الضعف بشكل كتير كبير وقلنا إيش عوامل الضعف يعني وشو مستويات المخاطر وأما بتتشكل عنا حالة معينة حكينا عن عوامل الضعف احتمال يكون النزوح أو الفقر أو التشرد أو فقدان الرعاية الأبوية أو الأطفال الغير مصحوبين أو الأطفال المفاصلين عن زويهم فهيدي كلياتها شو هي كانت عوامل ضعف، فقلنا في عنا مستويات مخاطر كتير كبيره، احتمال يكون في عنا التجنيد، في عنا العماله، في عنا الزواج المبكر، في عنا الع... الاهمال بانواعه، عنا الاستغلال، عنا الاساءات، فهيدا الامر بيستدعي الى وجود هون حاله والى مستويات مخاطر معترفه، تمام؟ فلازم اول نقطه يكون في عندي معايير ضعف معينه، نتفق عليها نحن مع الوكاله يلي موجوده مع وكالتنا، مع مؤسستنا، مع الجمعيه، ف فأه... لازم يتم الاتفاق عليها لأن نستطيع نحن التدخل فيما بعد لازم من خلال عملية التحديد والتسجيل نعرف قدرة وكالتنا على تلبية احتياجات الطفل في كثير من الأحيان يا جماعة نقع بمطبات كثير كبيرة أن وكالتنا غير قادرة على تأمين أو تلبية احتياجات الطفل يعني احتمال أنا أروح أرصد حالة معينة هيدي الحالة عندها معايير ضعف تمام معايير ضعف لكن وكالت لي ما يقدر على تلبية احتياجات الطفل وليكن مثل تأمين السماعة سماعة طبية تمام لطفل تأمين السماعة الطبية بتكلف كتكلفة مادية كتير عائلة عالية يعني احتمال السماعة الطبية تروح بين 200 إلى 300 دولار أمريكي فبعض الوكالات بيقول لك انا قدرتي للتدخل اليوم هي 50 دولار ما فيني اكثر وهذا الشيء بيختلف اليوم من مجتمع الى مجتمع تمام؟ آه من, وك... من منظمه الى منظمه، من جمعيه لجمعيه، فانا بحكي اليوم بشكل عام لازم اعرف اليوم قدره وكالتي على تلبيه احتياجات الطفل في حال ان هي حددت لي كتله ماديه معينه، دعم مادي معين، فانا لازم اعرف لاعرف اسجلها ضمن نطاق تدخلي بهيد الوكاله نفسها، لكن عم بعرف اني وكالتي غير قادره على تلبيه هيدي الامكانيه او تلبيه احتياجات الطفل فيني اشتغل بخطوات فيما بعد فينا نحكيها ان شاء الله فيما بعد لازم نكون انا ببالي معايير الضعف قدره وكاله على تلبيه الاحتياجات نوع الاحتياج في كثير من الاحيان بعض الوكالات بتقلك انا ما برو بشتغل عن النطاق الطبي او ما برو بشتغل عن النطاق الاغاثي شغلي ضمن النطاق الد... النفسي او الدعم النفسي الاجتماعي فكمان انا لازم احط في بالي ايش نوع الاحتياج اللي مقدم وقادر وكالتي على تامينه الفتره الزمنيه اللازمه للتدخل أه... نحن لازم تكون الفتره الزمنيه اللازمه للتدخل يا جماعه كافضل نوع من التدخل اقل شيء ثلاث اشهر لازم تكون الحاله مفتوحه وطبعا بلعب هذا الامر حسب مستويات او درجات الخطوره الموجوده عند الافراد بعض الحالات بامكانها تقلك شهرين بعض المشاريع بتجيك أن انا اليوم عندي فتره المشروع خمسه اشهر او سته اشهر او اربع اشهر فانا هون بدي اكون مراعي هذا الامر اشوف امكانيه التدخل موجوده اليوم عند وكالتي قد الفتره الزمنيه لازم لكن الخيار الافضل والاسلم ان هي ثلاث اشهر الفتره الزمنيه اللازمه للتدخل عند حالات بعض الحالات بتستدعي اكبر انا بعض الحالات اليوم المفتوحه عنا احتمال تضل سنه كامله للتدخل والبعض منا اربع اشهر ست اشهر هذا الشيء لازم نحن نعرف الامكانيه في حال وجدت أن هناك الكثير من الحالات لا تستطيع منظمتك تغطيتها وهذه الحالات تحال إليك ماذا تفعل؟ يعني اليوم أنت اه احتمال موكالتك حطت لك معايير معينة حطت لك عدد معين من الحالات لكن أنت رحت على مجتمع فعدد الحالات كتير كثير كبير فإيش الإجراءات الأنسب يلي بإمكانك تشتغلها؟ خليني أسمع إجاباتكم كلها خلينا نكتب على الشات إذا فينا انت شفت في مجتمع عدد الحالات كتير كبير وكانت وكالتك غير قادرة على تلبية هيدي الاحتياجات فما هي الاجراءات الاسلم يلي بامكانك انت تشتغلها نحول لجهة أخرى مختصة أفران اللي كتير جيد أي حالة تحديد الأولوية للحالات كثير جيد هذا الأمر ممكن أطلب مساعدة منظمات أخرى تسجيل التشبيك مع جهه اخرى تحديد معايير محدده تكون في عندي حلو باخذ المخاطر المرتفعه واذا في امكانيه بحولها الحالات لجهات تانية، تمام مهم. تحديد الاولويه للحالات انا فيني اخذ دائما احط نطاق لالي بالتدخل اشوف مين الحالات الاكثر خطوره واشتغل عليها اذا انا منظمتي حيطه معايير معينه بنفس الوقت اذا شفت فعلا حالات معينه وعندها مستويات مخاطر بعرف ان في منظمات موجوده بهذا المجتمع ففيني اروح اشتغل بموضوع التشبيك وعمليه الاحاله الى جهات او منظمات ثانيه بامكانها تستقبل هيدي الحاله واقوم بعمليه احاله لجهات اخرى فاجاباتكم جدا منطقيه جدا جيده بامكاني اشتغل انا اروح بنطاق تدخلي للحالات اشتغل مع الحالات الاكثر خطوره والاشد ضعفا وأمنا واشتغل فيها واروح اشبك مع منظمات ثانيه وبنفس الوقت اشرح للاشخاص من المجتمع الموجودين معي انا وين نطاق تدخلي عم بيكون، ايش الامكانيات اللي بامكاني اشتغلها ضمن هذا المجتمع. الحالات ولا أبتقل الحالات التي ممكن تحول لمنظمات أخرى وممكن تحل مشكلتها وتحول مثل مادية أو طبية أو إلى آخره تماما عزيزتي ولا آه فيني احدد نطاق تدخلي وين بامكاني انا اشتغل مثل ما حكينا هون بحال اني تم لك كتير من الحالات اللي موجوده بالمجتمع فيني اشتغل اكثر من نقاط من الاحالات الى غير جهات ورو انا اشرح للمجتمع يلي بشتغل فيه انا انا هاني نطاق تدخلي هيدي المعايير اللي بشتغلها لا لما توقع باشكاليات مع المجتمع الثاني ويقول لك ليش انت عم تشتغل مع حالات كثير كبيره وليش اشتغلت هيدي الحاله والحل يا جماعه ليش ما انا اشتغلت مع وما ما حطت الامكانيه فيها فهون لازم اراعي هذا الوضع. المشاكل الناجمه عن عدم معرفه الحالات التي تدعمها الوكالات. دائما انا بتطلع لي مشاكل آه ناتجه بخلال عملي مع الميدان عن عدم معرفه الحالات التي تدعمها الوكالات، يعني بترتفع عدد الحالات بشكل كثير كبير. رفع سقف التوقع التطلعات من جانب الطفل الاسره فمكتين الاحيان احتمال العائلات او احتمال الاطفال يرفعوا سقف تطلعاتهم يعني يفكروا انت كعامل اداره حاله عم بدك تجي تساعدهم او تدعمهم يفكروا انت رح تامنهم كافه احتياجات الطفل وانت تكون منظمتك محدده بنطاق معين او بمعايير معينه فدائما بتطلع لنا مشاكل عن رفع سقف التطلعات ارتباك العلاقه مع المجتمع المحلي كل المجتمع المحلي بيجي بيقول لك ليش انا ما امنت لي؟ ليش امنت لجاري وانا ما امنت لي؟ فهي المشاكل اللي بيشتغل هلا حاليا معنا كموجودين بالحضور كلياتكم اذا بتشتغلوا كنطاق اداره حاله ففيكم تشوفوا هذا الامر قد بيكون في عندنا اشكاليات هائله وفعلا عم نلاقي فيها مشاكل كثير كبيره. كمان من عدم التدخل، بعض الوكالات ما لا قدره للتدخل من الناحيه الماديه وفعلا الحالات هي بحاجه تدخل مادي فكمان هون بتخلق مشاكل ناجمه بالتعامل. هون اعزائي كمان كيف نحن بامكاننا من ضمن عمليه التسجيل والتحديد انا لازم يكون في عندي هون أه، طفل ضعيف تمام طفل ضعيف ده ما في عنده ضعف أه، هذا الطفل في مستويات مخاطر معينة موجودة في معايير معينة فأنت مصادر التحديد من أين تجيك كيد الحالة إما بتكون يا جماعة التسجيل بيكون بواسطة إخصائي الحالة نفسه هو طلع على مدرسة طلع على مخيم طلع على مجتمع معين تجمع أفراد فلاحظ الحالة من أم عينه يعني شاف مظاهر سلوكية مظاهر نمائية مظاهر ضعف معينة فهو رصد بنفسه أما تكون من قبل وكالة معينة بحماية الطفل أو الرعاية الاجتماعية الحكومية تحول له هيد الحالة فهو يستقبل هيدي الحالة دائما الحالات مصادر التحديد الان آه بتكون مصادر التحديد نحن انا بدرسوا حالات معينه بالمجتمع بعض الاشخاص احتمال يطلعوا عن ميدان يقول لك انا ما بلاقي حالات فكيف انا بامكاني احدد الحاله مصادر التحديد كثير واسعه معنا بامكانها تكون من قبل الطفل نفسه يطلب عمليه التدخل ويقول لك انا في عندي معايير معينه انا هيك هيك بعاني فهو يعني هو مصادر التحديد بيكون من ذاته كطفل بحد عين. ذاته او تكون من قبل الاسر الموجودة عن أنت عم تشرح لنا عن نطاق عن تدخلك عن مؤسستك عن الوكالة اللي بتشتغل فيها وإيش هي بتشتغل وبتقدم تدخلات أو بتكون من أعضاء المجتمع بشكل عام يعني احتمال يكون أعضاء أي مجتمع موجودين اليوم الأسر التانيين تشوفهم المجتمع المدني مجلس محلي مدير مخيم فأي نطاق من ضمن المجتمع المدني بإمكانه يطلب المساعدة ويحول لك الحالات احتمال يكون ايضا مصادر التحليل من ضمن المدارس والخدمات التعليميه احتمال المعلمين يشوفوا في عند اطفالهم من خلال مشاركتهم من خلال المظاهر اللي بتظهر عن هذا الطفل يقولوا لك ان فعلا هذا الطفل بحاجه تدخل معين فهو يحول لك الحاله ايضا من خلال الحضامات الطبيه فأنت خلال عملك مع نطاق الثاني مع الخدمات الثاني الطبيه وتنسيقك مع المراكز الصحيه الاوليه مع المشافي فالقطاعات الطبية فبتشرح لهم انت يعني طاقة تدخلك فبتقول لك انا في عندي طفل وكتير من الحالات يا جماعة بتجينا من الخدمات الطبية الصحية بيتم احالتها لنا كمجال حماية طفل او رعاية اجتماعية ونستقبل هيدي الرعاية وبيتم التعامل معها وأيضا من خدمات تسجيل السكان طالبو حق اللجوء أو اللاجئون الأشخاص اللي بيتم لجوءهم إلى منطقة تانية بإمكانهم كمان يطلبوا المساعدة يكون هن مصادر التحديد من وكالات إنقاذ القانون احتمال الأشخاص الموجودين ضمن السلطات القضائية أو الحكومية يتم تحديد بعض الحالات وتحويلهم لأشخاص بإمكانهم يأمنوا المساعدة وكالات أو قطاعات إنسانية أخرى بإمكاننا من خلال أي وكالة بتعمل سواء كان بمجال الحماية أو بمجالات أخرى بإمكاننا سبل العيش المياه والإصحاح بقطاعات تعليمية فبأي قطاع إنساني آخر بإمكانه يساعدك على مصادر التحديد هون بحولك لك الحالة كأخصائي عامل إدارة حالة فأنت هون بقوم باستقبال هيد الحالة بالسجلة عندك تسجيل بس ما بتعرف اني انت رح تشتغل معه ولا لا ما فينك تحكم عمليه التسجيل والتحديد الا فيما بعد لا لتشتغل بموضوع المعايير اللي حكينا عنها ان يعني انت منظمه تقرر استقبال هيدي الحاله في معايير ضعف في مستويات مخاطر نوع الاحتياج ولكن هون نحن بنحكي بمصادر تحديد عامه وين بامكاننا نستقطب الحالات ويتم التعامل معها ونسجلها ونشوف اني فعلا في امكانيه ولا ما في امكانيه بعدين بناء على ذلك بيتم التحديد أن صار انت في عندك ضعف طفل ضعيف صار عندك هشاشه معينه فتشكلت لك حاله معينه تستدعي التدخل. ايضا من ضمن خطوات التعريف والتاجيل هون رح نشوف انا بين ضمن التعريف والتاجيل ايش رح اشتغل مع الطفل او ايش المعلومات اللي بتهمني. بمجرد ان تم تحديد الطفل تمام او احالته الى وكالتك سواء انت تحددته بشكل ذاتي او عن مصادر التحديد اللي حكينا نحن عنه عنه بشكل مباشر او تم احاله هذا الطفل الى وكالتك ينبغي تسجيل هذا الطفل وينبغي الحصول على المعلومات الاساسيه اثناء عمليه التسجيل فورم التسجيل ايش هو بيشمل يا جماعه بيشمل اسم الطفل هلا رح اعرض لكم عليه آه اسم الطفل تمام هون لازم نوقف كتير كبير بموضوع اسم الطفل أنا هون اسم الطفل بتاخده لك كعامل إدارة حالي فقط بتحتفظ فيه عورقة ورقه برانيه لكن على الفورمات ما بتذكر اي نوع من انواع اسم الطفل فقط بالرمز لكن انت بهمك اسم الطفل مشان تتواصل مع الطفل ما بعد راح تكون لك اكثر من زياره اكثر من متابعه فبهمك تاخذ اسم الطفل لا تحفظه بحب يعطيك الطفل اسم وهمي اسمه الحقيقي فنحن ما بتفرق معنا فقط بنحب ناخذ اسم الطفل مشان مهارات التواصل مهارات التخاطب والمنادات بالاسماء فهيدي من ضمن اسم الطفل العمر بهمك عمر الطفل تاريخ الميلادي لإله والجنس ايضا بهمك انت تاخذ الجنس عند هذا الطفل ذكر ولا انثى. آه النقطة الثانية مع مين يعيش هذا الطفل؟ أبيعيش مع مقدم الرعاية الاساسي مع والدته ومع والده آه أبيعيش يعيش بكنف مقدمي رعاية بحكمة قانون او العرف آه عمه آه خالته آه سته آه جده مع مين بيعيش هذا الطفل؟ فكمان كثير مهم اعرف مين مقدمي الرعايه لبيتم رعايه هذا الطفل، هل يسكن الطفل مع اطفال من نفس عمره، مع اطفال اخرين، بيعيش بمركز رعايه، بمركز دار ايتام، بالشارع وين؟ مين مقدم رعايه لهذا الطفل؟ كما بهمني تاريخ التسجيل ومكانه، تاريخ التسجيل مثلا 17/1/2024 أه، بتاريخ اليوم انا سجلت هيدي الحاله أه، مكانه أه، مثلا مكانه وين انت اخذت ضمن مخيم الفلاني أه، بمخيم أه، أه، تحدد نوع المخيم ايش أه، اسم هذا المخيم هل هو مخيم أه، دائما مخيمات مسمى معين احتمال يكون انت بمدينه معينه نقول مدينه اليوم إذا نروح نحكي على قرى بسوريا مثلا مدينة إدلب المخيم الفلاني بين قوسين نسكرة فبيهمني نحن نذكر مكان السكن الحالي نشوف إيش المخاوف عند الطفل إيش المخاوف اللي عم إيش احتياجات هذا الطفل هل هو عنده مخاوف من الناحية التعليمية النفسية الصحية فبإمكاني أذكر جميع المخاوف يعني بتكون ضمن وصف الحالة هيك حالة بسيطة يعني مركز فيها هي حالة هذا الطفل إيش عم من مخاطر الشدة مع التكرار يعني نذكر كل مشكلة المدة والشدة والتكرار يعني عم يعاني من تبول لا إرادي يوميا كم مرة مرة بالأسبوع مرتين مدة شهر فبيهمني أذكر المدة والشدة والتكرار مدة صلى مدة شهر الشدة يوميا أبيعاني منه قد المستوى أو تأثيره على حالة الطفل يجب أن يخصص للطفل رقم حالة فردية وذلك من أجل يعني أنا راح أعطي رمز لهذا الطفل يعني بإمكاني أعطي A B صفر واحد يعني رمز لهذا الطفل بإمكاني أفضل الممارسات يا جماعة الخاصة بالتسجيل عم نعطيهم آه رقم معين ليش؟ لاني بيساعدني اول شيء لازم يكون اني اكسب ثقه الطفل، آه ما يكون في اي خرق من خرق السريه اتجاه الطفل وحكينا بكثير من النقاط على خرق السريه اتجاه آه الطفل وحكينا ببنود عريضه فيها. من الممارسات المهمه جدا بالتسجيل الخاصه بالتسجيل التسجيل يكون في مكان آمن وسري وملائم للطفل يعني أنا إذا كنت بمكان سكن لازم أراعي هذه الجوانب أني أنا عملية التسجيل لازم يكون مقدمي رعاية موجودين معي الطفل بيخاف يحكي أي كلمة بوجود مقدمي الرعاية أهم نقطة أنا بدي الطفل يشعر بأمان مطلق هو بجو من السرية باخذ معلومات فعلا معلومات مهنيه لتساعدني بمساعدته على التعافي من كثير من القضايا اللي هو بيعاني منها. من افضل ممارسات كسب ثقه الطفل زملائي اذا نحن ما كسبنا ثقه الطفل صدقتيني مره ما رح يستقبلك الطفل نهائيا حتى ولو كان بحاجه للتدخل فكثير من المهم نحن نراعي موضوع كسب سيرة الطفل التحقق مما إذا كان قد تم تجيل الطفل من قبل يعني أنا رح أعرف أن هذا الطفل هل سبق وتم تجيله من قبل وكالة أخرى إجت منظمة أو جمعية تعاونية وسجل هذا الطفل هل تم التعامل قبل أنا ما أجي كعامل إدارة حالة لأول جلسة معه تم التعامل من قبل أشخاص ثانيين بيشتغلوا بمجال الخدمة الاجتماعية، بمجال الحماية، هل حدا تعامل معي قبل أنا ما أجي؟ هل تحوي... تم تحويله إلى أشخاص بيشتغلوا بمجال الصحة النفسية؟ لازم أطرح كل هيدي الاستفسارات علي. الحصول على موافقة مستنيرة تتاخد من أول جلسة أنا بقعدها مع الطفل هي موضوع الموافقة المستنيرة. بتسمح لي آخذ بعض المعلومات المهمة، هلا رح أطرح لكم نموذج الموافقة المستنيرة. آه فيها كثير من القضايا مش عن يعني العوامل اللي بإمكاني أنا أساعدها وبإمكان مؤسستي تأمنها آه في بعض التحديات والصعوبات اللي بإمكاننا نحن نواجههم خلال عملنا بإمكاني أسكرها وأطرحها كمان من ضمن الموافقة المستنيرة آه رح أشرح له عن نطاق تدخلي والمعايير اللي بإمكاني أنا أشتغلها الحصول على المعلومات الأساسية الرئيسية باستخدام قالب موحد يعني هلا راح أفرجيكم القالب أو النموذج اللي نحن بنشتغله ضمن عملنا تحديد رمز مرجعي لتفادي الخلط بين الاطفال يعني انا بحط رمز مرجعي يعني افترضت اليوم عندي احمد آه الياسين تمام فبامكاني انا احط رمز مرجعي مثل ما حكينا اي آه B بامكاني او بامكاني يعني احمد الياسين اخذ اول اسم من احمد اي باللغه الانجليزيه ويفضل نحن باللغه الانجليزيه نتعامل كلياتنا بالرموز آه الياسين بامكانك انت تحطي آه آه تاخذي تيني حرف من الكنيه الياء ونحطه ونسجلها نحط صفر وترمزه وتعطيها رقم واحد لاول حاله وانت بتعرف اني هذا الطفل هذا الرمز بيرجع لمين؟ الأحمد الياسين مشان انت ما تخلط بينك وبين الاطفال الثانيين ويكون عندك سهوله باسترجاع اي معلومات وبنفس الوقت تحفظ السريه المطلقه اللي عم نحكي عنها بخلال عملنا لعمليه اداره الحاله لاني يعني اي شخص اذا يجي تفتح هذا الملف راح يشوف رمز مرجعي ما في اسم على الطفل آه، الاطفال الذين لا يطابقون معايير التجديد الخاصه بك يعني المعايير اللي ما بتستهدفهم منظمتك او مؤسستك لازم نحن يكون في عنا خارطة الخدمات كتير واسعة بالمناطق اللي انت بتشتغل فيهم اليوم انت بتشتغل مثلا باليمن بمدينة معينة لازم تعمل مسح لخارطة الخدمات بالمدينة اللي انت عايش فيها كل يدا. خارطة الخدمات لكافة قطاعات العمل الإنساني هاي الخارطة بتطمن خدمات المجانية الخدمات المأجورة بإمكاني كمان أفرجيكم فورم معين لا, لا. أنا تركي خارطة الخدمات تحكي عنها بموضوع الإحالة لازم يكون في عندي مسح كامل الخدمات يعني أنا اليوم في عندي المركز الفلاني الصحي بيأمن خدمات مجانية بيفتح من الساعة الثامنة صباحا الساعة الثالثة ما عصرا بيأمن خدمة الأذنية الانف والحنجره بامكاني انا اشرح كافه الخدمات اللي بامكانها إيه اشرح بهدوء الأسباب وراء أن وكالتك لا تستطيع دعم كل شخص تمام أنت هون من الضروري تشرح للأشخاص مشان تتفادى بوقوع بأي إشكال بينك وبين المحيط أو بين الأشخاص اللي رح تتعامل معهم أن أنت ما بإمكانك تدعم كل الأشخاص اللي موجودين دائما نزودهم بمعلومات حول الجهات التي يمكن دعمهم بإمكانك أنت تدله على الجهاز محلي بإمكانك تعمل له إحالة معينة يعمل لك سلة غذائية أو يعمل لك سلة طوارئ ان اي بقى حسب نوع الخدمه اللي بيحتاجها الشخص كن ودودا طوال الوقت لا تكون في عندك اي نوع من نوع المهاترات او النقاشات العقيمه يلي لا تصلح مع الاسر لان اليوم نحن صاحب الحاجه ارعن يا جماعه احتمال تشوف كثير كلمات رفع صوته نبره العصبيه ردات الفعل نكون نحن ودودين بالحديث مع الحالات شارك معايير الضعف لديك مع الجهات الفاعلة الأخرى المعنية بحماية الأطفال بحيث يكونوا على دراية بنوعية الأشخاص الذين يمكنك توفير الدعم لهم وكيفية ذلك. هون بدنا نراعي عم نشاركها مع الجهات الفاعلة ما يوقعوك بتشعبات يكون الأشخاص حفظانين معايير الضعف ويروح يعلموها لأطفال ولأنه يقول لك أنا واحد اثنين ثلاثة أنا عندي معايير الضعف أنا, أنا أنا أبني معاق أنا أبني بطل يروح المدرسة على المدرسة وبالنهاية يكون طفلك عم يروح على المدرسة يكون هذا طفل بيروح على المدرسة ففي أكثر من نقطة نحن نتحقق أني فعلا هيدي الحالة حالة حقيقية ولا لا انتبه بمشاركة معايير الضعف مع مين رح تشاركهم آه بأشخاص محددين فعلا انت تشاركون هن ان يكونوا من باب ان فعلا يساعدوك مو يروحوا يحولوا لك حالات ويعرفوا كيف يحولوا الحالات يعني اعطي تعقيبات الى الوكالات التي تهتم باحاله الاطفال من هم خارج معايير التسجيل لديك فانت كتير من المهم اليوم أه، تشوف تعقب أه، ان الحالات انت ما بتدخل ضمن نطاق تدخلي انا كنت كثير بتمنى اليوم اساعد هذا الاطفال ضمن هذا المخيم واساعد ضفلك لكن امكانيات مجال عملي ما بامكاني اساعدي اساعدك أه، لكن فيني أسألك اذا في منظمات او جهات تعاونيه ثانيه بامكانها تشتغل تستقبل لك لي حاله راح اكون اليوم انا موجود هون لاحالتك الى اي رح المساعده تمام يعني بكل صدر رحب بكل ثقه بكل اريحيه بالتعامل مع الاطفال ليش اليوم نحن كلياتنا نقوم بعمليه توثيق الحالات أه كتير كثير من الامور تقع على عاتقنا بتوثيق الحالات يا جماعه انا اذا ما وثقت هيدي الحالات ورمستهم وكذا فانت ما بتوثق عملك الاساسي وبالنهايه أنت مطلوب منك امام مشرفك امام ادارتك العليا امام الجهه المانحه لك انت توثق هيدي الحالات فانت لازم تنظم الافكار تمام أه، يلي انت رح تقوم بتزويتهم من قبل الحالات لازم تكون منظم لافكارك التفكير بمنطقيه بواقعيه أه، يكون عندك مقاربه ومسادده بنفس الوقت تحلل الامور اللي رح تستخلصها من الحالات دائما نحن نستخدم الواتساب كسجل لخططنا ومشاركتنا الرسميه يعني انت بيساعدك لتبني خطه للتنفيذ كيف بامكانك انت تشارك مع الاشخاص اللي هن بيساعدوك بالتعامل مع حاله الطفل لتسجيل حياة الطفل خصوصا بالنسبة للأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة اليوم أي جهة رح تحولها ما بيعتمدوا أي شيء إذا ما كان عندك فورم معين وموثقة هيدي الحالة بفورم في معلومات مهنية في عمر الطفل في المواليد في وصف المشكلة اللي بيعاني منها شو الاحتياج المطلوب فنحن مضطرين نقوم بعملية التوثيق مشان تكون في عنا أريحية باستقبال أي حالة من قبل أي جهة داعمة لضمان الاستمرارية بحيث يمكن الموظفين المغادرة أخذ عطلات مع استمرار الحالات لسنوات يعني أنا هون اليوم احتمال الحالة تكون سنوات كتير كبيرة فأنا مضطر اليوم أحتفظ بمشاركة كل هدول الخطط للمساعدة على المتابعة والمراجعة والإشراف والإبراء يعني من خلال خطوات إدارة الحالة إذا ما في عندك شيء موثق فما رح تقوم تشتغل بمنهجية معينة للخطوات الثانية لتعزيز المساءلة بين الطفل والأسرة والوكالة أنت مشان تحمي نفسك وتحمي الجهة اللي بتشتغل معها أنت مساءل بالنهاية نحن حكينا من مبادئ التوجيهية المساءلة فلازم نحن نوثق أي حالة من نوع تعزيز المساءلة للاسترشاد بها عند اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بحياة الطفل مثل الحضانة احتمال أنت تتطلب هيدا الأمور جهات قضائية أو قانونية فأنت هون في ثبوتيات أو في ورقيات موثقة بتثبت عمر الطفل بتثبت بعض المعلومات المهمة ربما تستخدم الوثائق في المحاكم في الحالات التي تتطلب تدخلا قانونيا فيما بعد هذا الشيء نحن بنلاحظه عم يكون في رعايه بديله دائما بنلجا للقوانين مثلاً نثبت الطفل هذا الطفل يكون في قانونيا مثبت ومحول من جهة قانونية أو قضائية لذلك نحن نقوم بعملية توسيق الحالات في حدا عنده أي مداخلة عزائي؟ <applause> صوت كتير عم بيقطع وعم يفصل كيف يعني كل شوية عم يطلع وعم يفصل كأنه في مشكلة اها تمام آه، الاشكاليه من عندي بعض الاشخاص واضح الصوت لكم ولا لا ولا فقط ما عند لبنى غديره بتقلي عندها الوضع تمام كثير من الاشخاص بيقولوا لي الوضع آه، تمام عبير ولا آه، سمير ياسمين كلياته يتو... لبنى زكاتك تاكدي من عندك فينك تطلعي وترجعي تجي تمام في حدا عنده اي مشاركه ومداخله وكان مصطفى يمكن محمود او محمد عم يقطع طيب حاول تخرج وترجع تدخل كمان مره ثانيه نشوف اذا إشكالية أه ما عندي أه. نفذت مره ونشوف هلا بتوقع اذا كان الجو هيك باعتبار نحن بفصل الشتاء والجو شفته كثير معاطر فبأثر على شبكات الانترنت بشكل كتير كبير بتوقع هيك لبنى في اشكاليه بخصوص هذا الامر لكن الاشخاص الثانيين بيقولوا الصوت من عندي كتير واضح بيصير مش سبب من الجو تمام امانيا بتقول عم يقطع مو من عند الآسي عم يقطع مو من عندي الآسي. بس يعني... لا هو فعليا بقطع يعني وبفصل حتى بطلع فجأة وبعدين برجع بيطلع الصوت يعني طيب تمام انا بحاول انا قدر الامكان شبكه الانترنت تكون عندي كثير واضحه اذا رجعتوا شفتوا وعندي خرج من المحاضرة أكثر من مرة لحاله ورجعت دخلت بتوقع الشغلة أني من العوامل الجوية يا جماعة تمام ومن طبيعة الجو المباطر بشكل كتير كبير المشكلة ما هو بالإيد يعني مشكلة الجو تمام فراح أحاول إذا في أي شيء أرجعوا خبروني إذا برد بيقطع مرة تاني حدا في عنده شيء أي شيء مشاركة بخصوص الليموريا اللي كنا نحكي عنها بسلايدات اللي تم عرضها طيب إذا في حدا عنده أي استفسار أنا بإمكاني أرجع أجيب عليه فيما بعد اذا صار عندي اشكاليه من الـ الـ الانترنت يجي حدا يفتح المايك انا يعني سمحته بشكل مباشر ماني محفظته تمام ويقول لي آه انسى اني في اشكاليه بالانترنت تمام إدارة ملف الحالة تمام نحن لكل حالة إلى ملف هذا الملف بكنية موجود بقلبه آه مصنف عبارة عن مصنف نحن بنحمل ملفاتنا آه بإمكانها تكون عن طريق آه هذا المصنف له زر كبسة بنسميه آه مشان نضع كل ورقيات الطفل او خطوات اداره الحاله اللي نحن بنشتغلها مع الطفل آه لنحفظ على الحدود المهنيه ما نضيع اي ورقيه للطفل اللي نحن بنتعامل فيه وبتضمن فيه كثير من الورقيات اللي نحن بنحكي فيها من ضمن خطوات اداره الحاله بيكون هذا الملف منظم يعني اول ورقه مثلا تحديد التسجيل الورقه الثانيه موضوع التقييم الملف الثالث هو وضع الخطه وكذلك ننتهي من كل خطوات التدخل فبكني منظم بطريقه معياريه منظمه منخصص رمز مرجعي لكل ملف يعني انا الملف الاول بنعطيه رمز آه للملف حسب رمز الحاله يفضل احسن مشان ما تضيعوا بتشعبات كثير كبيره وتدوينه على مقدمه الملف يجب عدم تسجيل اي اسماء على مقدمه الملف ما بهمني ابدا ملفات نسجلها فقط بهمني آه يكون آه رمز ويفضل آه الرمز يكون نفس رمز الحاله وضع قائمة تربط الرموز بالاسماء وتخزينها بشكل منفصل، يعني حتى انت بتراكرات تبع ادارة الحالة اللي بتشتغلوها وهي رح تكون الرمز نفسه، يعني ملف لحاله نفس ملف الطفل اللي اعطيته انت الرمز المرجعي للطفل. حطوا نفس ملف الحالة الاساسي بعد ما تخلص كل حالتك. ادراج سجل محدث بالملف لكل نشاط يتم إجراؤه يعني انت كل شغلة رح تدرجها رح تدخله من ضمن هذا الملف. تخصيص قسم بكل ملف موسوم عليه عباره سري للغايه فينا نحط نقطه اني نحن سري للغاية ما بصير تدخل عليه ابدا وهي من ضمن المبادئ التوجيهيه اللي تحدثنا عنه آه وقلنا اني نحن من ضمن مبادئنا في سريه مطلقه بالتعامل زكاتك عبير آه عليوي اني مشان موضوع الكتابه على الشات مشان تكون الشاشه واضحه لكم فيما بعد اذا رجعتولا من محاضرات اليوتيوب فمن ضمن المبادئ التوجيهيه كان ان السريه المطلقه. أه بعض النقاط التعلم هون الاساسيه أه قلنا التوثيق جمع وتخزين المعلومات المتعلقه بالاطفال الافراد واسرهم أه يعمل التوثيق دعم اداره الحالات ويضمن المساءله بشكل كثير كبير بامكان اي شخص يرجع للورقيات اللي انت بتشتغل فيهم ليتأكدوا بموضوع المساءله. أه تعود الوثائق التي يتم توثيقها للطفل المعني فقط ونحن فيما بعد بامكاننا نحتفظ مده زمنيه معينه بالورقيات وبعدين يتم اتلافها بطريقه معينه هذا الشيء بيتم الاتفاق فيها بينك وبين الوكاله اللي انت بتشتغل ضمنها تقع مسؤوليه حفظ الوثائق بطريقه منظمه وسريعه على عاتق اخصائي الحالات تمام يا جماعة يعني أول مسؤولية تقع على عاتقك لازم يكون ضمن ملف هذا الملف ما في أي اسم بيحوي في ترميز بيكون كل الورقيات موجودة ضمن درج درج مخصص او خزانه يعني مقفله وإلى مفتاح مفتاح او كلمه سريه بيتم حفظ هذا المفتاح مع اخصائي اداره الحاله وباشراف مشرف اداره الحاله فبتقع حفظ المعلومات سريه بالدرجه الاولى على الحالات على اخصائي اداره الحاله ومسمى الوكالات وبعدين السلطات لانه ممكن تحاسب فيما بعد اذا تم خرق ملفات الورقيات ويرجع لها وفي كتير من الاشخاص وقعوا بإشكاليات ووقعوا للمحاسبة من قبل الجهة اللي بيشتغلوا فيها واحتمال هيدي المحاسبة تنقطع بإنذارات أو حسب نوع العقوبة اللي بتقع أو احتمال يكون نوع من الفصل ضمن المؤسسة اللي انت بتشتغل فيها معايير التسجيل الخاصة بالوكالات هذا الشيء بيساعدنا على رفع مستوى الوعي بشكل الوكالات ونوعيه الحالات التي يستجيب لها، بيساعد الاشخاص على احاله الحالات للمكان الصحيح وفعلا بشكل اسرع، يعني ما بيخليك توقع باشكاليات كتير كبيره وبعثوا لك حالات وتروح ترصدها وتدخل وتعمل وتتعذب واخر شيء ما يطلع حالك عبد الرزاق ابي قلي من فضلك ما هو المقصود بتنظيم معلومات الحاله تنظيما معياريا يلي بقصده عبد الرزاق انت بدك تفتح ملف الحاله اول ورقه رح تكون فيها من فوق اسمها ملف الحاله الملف الحاله موجود في قلبه ايش بيحتوي هذا الملف يعني بيحتوي نموذج التحديد والتسجيل بيحتوي التقييم بيحتوي نموذج المتابعه والمراجعه بيحتوي نموذج الاحالات آه بيحتوي آه فواتير طبيه آه انت ميزانيه معينه اشتغلتها ولا لا فانت لازم تكون منظمه يعني انا اذا بدي افتح ملف لحالي فتحتها في قلب هذا الملف 20 ورقية 20 ورقية لازم يكون مرتبات مثل ما لك حطهم على ملف الحالة من الخارج هذا تنظيم معياري تمام يعني ما يكون انت ورقياتك ان عشوائية أو مهن منظمين بالمنهج اللي انت بتتبعهم كيف انت بتروح خطوات إدارة الحالة بشكل معياري أو منسق أو ممنهج ست خطوات ما يمقولي والله تروح من التحديد والتسجيل تروح على موضوع المتابعة والمراجعة فأنت هون بشكل معياري عم تشتغل واضح عبد الرزاق تم تقلل احتماليه حدوث مقابلات متعدده يعني ما بده يروح انت مثلا احرت لك اه فلان من الناس اكس على لا على التعيين 30 حاله طفل او 30 حاله فرح صرت اعمل معهم مقابلات اولى وتسجيل وتحليل واخر شي تشوف ان المعايير ما بتتطابق انت عم تشرح معاييرك وبتعرف كيف انت توصلهم بطريقه كتير جيده فبتقلل من احتماليه حدوث مقابلات متعدده بتشجع الابلاغ عن احتياجات حمايه الطفل التي تعد من المحرمات تمام هذا شيء بيساعدك أه لا تروح على قضايا حمايه الطفل وكثير الناس يبلغوك عن الاساءات اللي بتعرضها الاطفال او عن الاهمال او الاستغلال لا تحسن تسجل هيدي الحاله هاي المعايير التسجيل الخاصه بالوكالات او بالمؤسسه اللي انت تشتغل فيها المسؤوليات في عمليه التحديد شو بتقع رفع مستوى الوعي بشأن المسؤوليات التي يتحملها كل شخص معني بتحديد الحالة هذا الشيء بيساعدك على كيفية إجراء الإحالة بأمان ودون التسبب بأضرار ايضا الجهه التي يتم الاحاله اليها جهه التنسيق ارقام هواتف بيكونوا موجودين لديك أسباب الحفاظ على السرية وكيفية ذلك لأن كل مسؤولية في عملية التحديد متى تتعين الإحالة الفورية قامت بإمكاني أن أقوم بعملية إحالة ما هي الحالات الأكثر إلحاحا يعني أنت اليوم عامل إدارة حالة آه المفروض أن أنت يكون بمتناول إيديك بين الواحد وعشرين حاله لل 24 26 حاله كحد اقصى تمام فانت لا تشوف اي الحالات الاكثر الحاحا يعني انا اليوم بهذا الاسبوع بخط عم للتدخل او التسجيل انا بدي اروح الحالات الاكثر خطوره لإنه في معاييرها خطوره اكثر من المعايير الثانيه اللي يعني هي متوسطه او منخفضه هل توجد اي متطلبات للابلاغ الالزامي متعلقه بتلك الحالات؟ هل انت مطلوب منك تروح تبلغ عن قضايا موجوده بشكل مباشر مش في اداره الحاله؟ في خرق لصون الطفل، في خرق للسياسات، في خطوره اتجاه هذا الطفل وهيدي الخطوره بالغه، فانت هون لازم تقوم بعمليه الابلاغ الالزامي في عنه من ضمن المبادئ التوجيهيه. دعم الإحالة الذاتية نحن من خلال الإحالة الذاتيه اتبع هذه النقاط وقم بزياده الوعي على اساس انك تتبعها من اجل مصلحه الاطفال والمجتمع ومصلحه الطفل بالدرجه الاولى دائما انا بهمني باي اي حاله مصلحه الطفل الله دائما لازم اشتغل اول نقطه وفر مكانا امنا يستطيع الاطفال فيه سرد قصصهم اشرح مبادئ السريه ومشاركه المعلومات انا راح اشارك المعلومات اذا اضطريت بس قدر الحاجه نستخدم أساليب التواصل لبناء الثقة نشرح مبدأ المشاركة بحيث يعرف الأطفال والأسر أن سيتم إشراكهم في اتخاذ القرارات يعني الدور رح يكون كتير كبير بموضوع المشاركة رح يشاركوك بمرافقة الحالة وقت أمين خدمة معينة من جهات أخرى رح يرافقوك احتمال ياخدوا الطفل هن ما كل مرة أنت كعامل إدارة حالة تصحب الطفل فكمان بتقع عليهم مسؤولية بالمشاركة بالمشاركة بعملت السحابه هذا الطفل آه بيقع عليهم مسؤوليه بوضع الخطه عند التدخل فانت رح تشاركهم اني يعني رح اشتغل مع طفلك بالاجراءات الثانيه فموضوع المشاركه موضوع كثير هام ويكون من الاولويات يلي يعني عندنا ضمن شغلنا يعني اولويه مهمه المكان الملائم المناسب السريه بناء الثقه مبدا المشاركه آه رح ناخذ بعض عوامل الخطر وعوامل الوقائيه يلي بتساعدك دائما بعملك وبتدخلاتك اللي نحن عم نشتغل فيهم دائما انت في عندك عوامل خطر موجوده عند هذا الطفل وبالمقابل في عوامل وقائيه بيساعدوك انت بنقطه التدخل اللي انت عم تشتغل فيها آه مهم جدا تعرف ايش عوامل الخطر موجوده عند الطفل وايش العوامل الوقائيه اللي بتساعدك من تقليل عوامل الخطر لمنع المشكلات المتعلقه بالحمايه والاستجابه لها بشكل فعال من المهم ان نفهم العوامل التي تعرض الأطفال للمخاطر عوامل الخطر ليش لازم نعرفها؟ مشان نحد أو نقلل من هيدي المخاطر بالمقابل لازم نعرف العوامل التي تساعد على حماية الأطفال يعني هي العوامل الوقائية بحيث يمكن زيادتها مهم أنت زدت العوامل الوقائية فبالتالي تلقائيا رح تقلل من المخاطر العوامل الخطر إيش هي العوامل الخطر لازم تعرفها مشان نقلل منها ولازم تساعد العوامل اللي تساعد على حمايه الاطفال هي العوامل الوقائيه بحيث يمكن زيادتها راح نطرح كثير من الامثله العوامل الوقائيه والعوامل الخطر عوامل الخطر في عنا النوع يعني الجنس تمام خلينا نقول ذكر وأنثى آه فلازم نحن نعرف هون آه وين العوامل الخطر الموجودة اللي يلي لقى على الذكر أو الأنثى بريك إذا سمحتي أنسي طيب تمام أنا معكم ما في إشكالية أبدا طيب خلينا نأخذ عشر دقائق إن شاء الله لثمين وعشرة لثمان وثلاث وبنرجع نكفي مع بعضنا عوامل الخطر والعوامل الوقائية وراح أفرجيكم نموذج التحديد والتسجيل تمام فينا ناخد هلأ استراحة بإذن الله بلقاكم بخير فيكم صلوا وتعملوا كاسة نسكافيه قهوة ومنرجع مع بعض على الثمانية وعشرين دقيقة الله يعطيكم العافية يا رب الشاشة واضحة لكم رجعنا خلصنا استراحة تمام تمام خلينا نكفي مع بعضنا عوامل الخطر والعوامل الوقائية تمام كنا عم نحكي بموضوع اني من عوامل الخطر اني النوع تمام بيلعب دور كثير كبير بموضوع الجنس الذكر او الاناث وبتعرفوا باغلب المجتمعات اللي نحن موجودين فيها بيكون عامل الضعف نحن ما فينا نحكي بموضوع التمييز نهائيا لا بين ذكر ولا بين انثى لكن للاسف دائما بنحس ان الانثى هي الاضعف او الحلقه الاضعف ضمن المجتمع تمام كيف بنقول ان الاطفال هن الاشد ضعفا من الكبار فنفس المبدا وهذا الشيء ما فينا نعممه نهائيا اه احتمال كثير من الاحيان يكون الاطفال الذكور في عندهم معايير معينه بتكون اكثر من الاناث بادبال مضاعفه من عوامل الخطر ايضا في عندنا الصحه البدنيه والنفسيه عم يكون الشخص في عنده اعاقه معينه عم بتكون صحته الجسميه فيها اذى معين فهذا يعتبر من نوع من عوامل الخطر اتجاه الطفل نفس الشيء من الناحيه النفسيه عم يكون في عنده اشكاليات في تحديات في مشاكل نفسيه في مشاكل بتتعلق بالقلق بالخوف بالاكتئاب في اعراض بتكون لها وتيره زمنيه معينه فكمان يعتبر نوع من من عوامل الخطر احتياجات إساءة المعاملة أه حتى أنا سلاش أه الحماية مثل التي تتعارض مع القانون كتير من الأحيان بعض الأشخاص اللي نحن موجودين بمجتمعنا تمام أه خلينا نطرح مثال مثل قانون التعليم الإلزامي هلا بأغلب المجتمعات في قانون التعليم الإلزامي يعني بتكون بالمرحلة الأولى وبالمرحلة الثانية عندي شهادة التعليم الأساسي أه لكن بظل الأزمات والكوارث ما بنشوف أن القانون بيلعب دور بخصوص هذا الموضوع فكتير من احيانا يشوف مقدمي رعايه عم يخلوا اطفالهم يتركوا التعليم يروح موضوع عماله يشتغلوا اي شيء فهنا بكون في اساءه معامله سواء كان بطريقه مقصوده او غير مقصوده تعاطي المخدرات للاسف عم أمش... نشوف هذا الوباء خلينا نعتبره وباء انه فعلا بكل معنى الكلمه وباء قد بينتشر بالمجتمعات اللي عم بتكون فيها ما زالت الازمه مستمره حد تاريخ هيدي اللحظه أه اليوم اذا عم بطرح مثال على مجتمع سوريا أه سامحوني بعتذر من جميع هلا في اكثر من الاشخاص في جنسيات مختلفه لكن بطل أه بطرح مجتمع سوري باعتباري انا من بيئه سورية عم بشوف ونحن ما زلنا بموضوع الازمه صرنا 13 عام على التوالي فعم نشوف كثير الحالات يلي بتتعاطى الكحول او المخدرات وللاسف نحن بمجتمعنا حاليا ما في مراكز لتتعامل مع مع الاشخاص يلي بتعاطى مخدرات فهن بيوقعوا فريسة أنفسهم لأن قاموا بهذا التصرف ما في مراكز لا وتتعامل معهم مع برامج وقائية أو علاجية لكن بدخل هذا الأمر من ضمن عوامل الخطر اللي بتشكله اتجاه الحالي النزوح وانعدام الأمان وقد في عنا نحن حالات موجودة نسحت أكثر من مرة ما مرة وحدة احتمال يكون النزوح الخامس أو السادس أو 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 وكثير من حالات النزوح وهذا الشيء بقع كمان نفس الأمر بموضوع اللاجئين يلي يعني اضطروا يغادروا من مدينتهم يلي هن كانوا عم فيها إلى منطقة ثانية هي المناطق الأوروبية بنشوف يعني كثير من حالات اليوم طلعت دول أوروبا غير المنطقة يلي يعني هن ساكنين فيها ويعتبروا لاجئين بالمقابل العوامل الوقائيه في عندنا المشاركه في الاعمال والانشطه الروتينيه الاخرى يعني في عنده هذا الطفل في عنده اصدقاء بشكل اصدقاء معينين في انشطه بمارسها بيروح على مدرسته بيساعد اهله ضمن البيت فانشطه اي نوع كان من انواع الانشطه الاساسيه الصحه وتقدير الذات والمهارات الاجتماعيه يعني اذا كانت الصحه جيده كان عنده تقدير عالي للذات في عنده مهارات اجتماعيه فهي يعتبر عوامل وقائيه بامكاننا نعتمدها ونبني عليها لنقلل بالمقابل عوامل الخطر السلامه والمعرفه بالموارد الوقائيه او الوصول اليها يعني انا بدي اعرف المواد او الامكانيات المتاحه امامي يعتبر شيء وقائي اتعامل فيه او يساعدني وكيف بامكاني اوصل له فيعتبر عوامل وقائيه من عوامل الخطر ايضا نقص الارتباط والانعزال والموت ونقص الرعايه هذا بنشوف في حالات كثير كبيره من الاحيان عم ينقعوا بصعوبات كثير فاقت القدره على التحمل او تقع خارج عن السيطره فبيكون عندهم نوع من الانعزال، عدم المشاركه، الرغبه بالموت او تمني الموت وفي يكون عندهم نقص بالرعايه الاساسيه فكمان هدول من عوامل الخطر، احتمال الطفل يفقد مقدمي الرعايه نتيجه قصف معين او نتيجه حادثه معينه. كما كمان من عوامل الخطر غير الغير مناسبة احتمال يكون مقدمي الرعاية موجودين لكن في إهمال يعني اليوم أنا الأب أو الأم عم بتكون موجودة ترعى هذا الطفل لكن هي غير قادرة على تأمين تلبية الاحتياجات الأساسية للطفل فأهمال إهمال غير مقصود ما لي قادر بيدخل من ضمنه العجز المرض سوء المعاملة والإهمال العوامل الخطر الفقر والعمالة الغير آمنة الفقر وخاصه عم أه بيكون درجات الفقر وخطوط الفقر تجاوزت الحد الادنى الموجود بالعالم أه اليوم بسوريا نحن يمكن صنفونا من ضمن المستوى الاول بدرجات الفقر أه ضمن أه مجتمعات العالميه جميعا أه ف موضوع الفقر بيلعب دور كثير كبير اليوم اذا شخص غير قادر على أه تامين اي شيء لاله فبالمقابل بالمقابل فهو بيعرضه لكثير من الاشكاليات العمالة الغير امنه مثل حالات الاطفال اللي يروحوا بيشتغلوا من مدار عشر ساعات بيشتغلوا باماكن غير سليمه لا من الناحيه الصحيه ولا من الناحيه الاجتماعيه اليوم في كثير من حالات الاطفال اللي بتشتغل بموضوع مواد المحروقات او التدفئه سواء كان فحم او مازوت فهو خطير على الناحيه الصحيه والناحيه النفسيه وحتى الناحيه الاجتماعيه او بيشتغل بموضوع معامل او بيشتغل بم... بماكينات وهالماكينات خطيره تجاهه فهي غير امنه العلاقات الأسرية السيئة يلي موجودة فيها العنف نعم في المنزلي سواء كان في تفكك أسري أو طلاق أو نبذ الطفل علاقة هو ما بتلقى الدعم المناسب أو الرعاية الآمنة. دور الطفل في الأسرة القيام بالكثير من الأعمال المنزلية ممكن الطفل يقوم بأعمال بتتجاوز الحدود أو الإمكانيات أو المسؤوليات المطلوبة منه للقيام بها، فهي دي من ضمن عوامل الخطر. العوامل الوقائية بالمقابل الارتباط في مقدم الرعاية الأساسي الذي يمنح الطفل الحب والحنان والأمان اليوم عم بتكون هيدا المقدم مقدم رعايه آه... واعي لطفله عم بيقدم له مشاعر الثناء والمدح والتشجيع والرعايه المناسبه فهون كثير جيد ان انت ساعدك بتخفيف المخاطر او شواغل الحمايه اللي بيعاني منها الطفل عند بيكون الوضع الاقتصادي للاسره موجود في مورد دخل في طعام في امكانيات عند هيدي الاسره عم تبني عليها كثير من الاشياء الحصول على الخدمات الأساسية عندما يكون هذا المجتمع في خدمات تعليمية في خدمات صحية في خدمات غذائية في خدمات آه مياه في خدمات كلها أمن لهذا الطفل فهي عوامل وقائية لكن بالمقابل عم تكون هذه الخدمات معطلة فهي عوامل خطر اتجاه الحال هيدا بما يخص آه زملاء بموضوع عوامل الخطر وعوامل الوقاية حدا عنده اي سؤال او اي استفسار بما يخص عوامل الخطر أو عوامل الوقاية أو بالخطوة الأولى التعريف والتحليل والتسجيل قبل ما أعطي النموذج أطرح على النموذج تمام إبراهيم عمارة بيقضي واضح إذا حدا عنده سؤال بإمكانه يرفع اليد بإمكانه مباشرة المشاركة بإذن الله إن شاء الله يا رب حيط أنا بعض النقاط للتعلم الأساسية يساعدك استخدام النصوص وخاصة عند البدء بأعمال الحالة على تقديم نفسك تقديم المقابلة أو الاجتماعية اللي أنت رح تجريه شرح الموافقة أو المصادقة المستنيرة وقيود السرية إنهاء المقابلة أو الاجتماع بطريقة صديقة للطفل وبدون كسر المبادئ ها من نقاط التعلم اللي أخذناها من خلال المحاور اللي تم التحدث لا لا أه قبل ما ننتقل للخطوة الثانية أه رح أه افرجيكم نموذج تبع التحديد والتسجيل اول شيء خليني افرجيكم الموافقه المستنيره واضحة الصورة لألكم؟ أنا فتحت هلا ملف حاليا وورد لألكم غير النص طالع، على... إيش شايفين من النص الموجود؟ ما في صورة تمام واضحة هلا الصورة شي لالكن ولا لا؟ طالع في صورة ولا ما في صورة هيك؟ طيب <applause> طيب تمام واضحة الصورة هيك حاليا لكم؟ واضح يا جماعة ولا لا بس الصورة؟ تمام تمام شايفين أني في من فوق سياسة حماية الطفل مو طالعة مقابلكم هون سياسة حماية الطفل تمام هون التزامنا ايه تمام تمام مشي الحال باعتبار طالع تمام هذا آه بما يخص كلاسر حماية الطفل تلايت تمام نماذج معممة أساسيا آه بيتم العمل فيها نحن من خلال عملنا لأن هي بروتوكارات آه عالمية موجوده وبيتم تعميمها على جميع الاشخاص العاملين بمجال حمايه الطفل. هون بامكاننا نحن كاشخاص نشتغل بهذا الميدان نوقع على سياسه حمايه الطفل كاخصائي اداره حاله او عمال دعم نفسي اجتماعي موجود انت ايش دورك رح يكون من ضمن سياسه حمايه الطفل، يعني انت رح تتعامل بكل امانه بكل شفافه رح تلتزم مبادئ العمل الانساني، رح تحافظ على حقوق الاطفال ورفاه والتعزيز النفسي. فهون بامكانك انت تحكي بكل الامور كسياسه حمايه الطفل وهي أساسية حتى بتوقيع العقود دائما موقع عند قسم الموارد البشرية بالإضافة لذلك ما الذي سنقوم به يعني هون بيدخل اسم الوكالة إيش رح تقدم أنت الوكالتك إيش بإمكانها تحكي عن سياسة حماية الطفل يعني بيدخل من ضمن التوعية الوقاية الإبلاغ والاستجابة هون كسياسة حماية الطفل هون مدونة قواعد السلوك هودي اجراءات اساسيه كل شخص بيشتغل بمجال الحمايه لازم يتم العمل فيها ما رح نتطرق لالهم والشرح لالهم نهائيا لاني بتوقع هون آه يعني بدهم تدريب لحال او آه امور لحال يعني بالعمل لالهم لكن هدول شيء اساسي نحن نشتغل فيهم آه ويتم التعامل فيهم راح اعرض لكم هلا نموذج الموافقه والمصادقه المستنيره ان شاء الله واضحه لكم اداره حمايه الطفل نموذج الموافقه يستفر هذا الشيء بنعمله قبل نموذج التسجيل يا جماعه تمام دائما الموافق هيك الصوره واضحه ولا لا طلعت الصوره مو صحيح تمام تمام شاديه بيقول لي واضحه غادي واضحه تمام اداره حال حالات حمايه الطفل نموذج الموافقه يستفر قبل نموذج التسجيل هون خلينا نتابعوا نقطه نقطه يا جماعه اول شيء رمز المرجعي للحاله رح ناخذ الحاله تمام أه سي ام صفر واحد مثلا هذا الشيء برجع لكم كيف بامكانكم تتفقوا مع المشرف المباشر بتثبيت رمز المرجعي للحاله الشخص الذي يمنح الموافقه دائره حول الشخص الذي يمنح الموافقه الوالدان مقدم الرعايه هو مين بامكاننا نحدد الطفل اذا ابلغ انه وحيد، احتمال الطفل يقول لك انا ما عندي حدا ابدا وتاخذ منه الموافقه، هلا في فرق بين الموافقه المستنيره وبين المصادقه المستنيره. الموافقه المستنيره بناخذها من, من قبل مقدمي الرعايه وبتكون مكتوبه تمام؟ مكتوبه ويتم التوقيع عليها، موقعه من قبل مقدم الرعايه. اما المصادقه المستنيره بتكون بتكون من قبل الطفل نفسه، هي شفهيه. نحن صرنا نتعامل فيها حسب القوانين ما دون سن ال 15 سنه، بعض الاشخاص، بعض المنظمات بتقول لك ما دون سن 18 سنه، فبتاخذها من قبل الطفل. احتمال اخصائي الحاله هو يعطي الموافقه المستنيره بشكل مباشر ما يكون في يشوف حاله خطيره امامه لا في مقدم رعايه ولا في اي حدا فهو بيعطي موافقه وبتدخل بشكل مباشر ببلغ هون المشرف المباشر هون الاحتفاظ بالمعلومات انا اسم الشخص الذي يمنح الموافقه مثلا انا رمزيه بهطار امنح الموافقه مثلا مثال أو احتمال أنا مقدم الرعاية اسم مقدم الرعاية يكون هون أمنح موافقتي لي مين للوكالة اللي بتشتغلوا فيها مثلا أنا بشتغل ضمن جمعية تعاونية جمعية تغسل الزيتون أي جمعية أنت بتشتغل فيها لحفظ بياناتي الشخصية بنكتب اسم الوكالة هون اسم الشخص اللي زي منح الموافقة مين هو الطفل مقدم الرعاية مين إخصائي الحالة وهون بإمكاننا حتى أنا ما أكتب اسم الشخص الصريح يكون رمز تمام شان موضوع السرية هاتين نقطة النقطة الثالثة تشارك المعلومات اشرح للشخص الذي يمنح الموافقه سبب مشاركه المعلومات حول حالته تبين له انه في حاله مشاركه المعلومات فانه سيتم التعامل معها بسريه وضح حدود المشاركه انا ما بقى اليوم بخرق السريه ابدا الا الحالات حكينا عنها مسبقا قد ياتي شخص ما من وكاله او مجموعه ما من المحدد ادنى للتحدث معه يمكن تغيير رايه في اي مرحله من المراحل فيما يتعلق بمشاركه المعلومات وفقا لهذا النموذج مع العلم قد يكون قد تم مشاركه المعلومات فعلا في تلك الح... المرحلة. في حال وافق الشخص الذي يمنح الموافقة كمل ما يلي تمام؟ أنا الفلاني الشخص الذي يمنح الموافقة أمنح موافقتي للوكالة للمنظمة الفلانية للجمعية إذن بمشاركة المعلومات في حال احتاج هذا الأمر. هون ير... هل يرغب الشخص الذي يمنح الموافقة في حجب كامل أو جزء من المعلومات الحالة نعم أو لا؟ إذا كانت الإجابة نعم ما هي الأطراف التي يرغب بحجب المعلومات عنها أو التي لا يريد إحالتهم أو إحالته إليها بما في ذلك إعطاء تفاصيل عن أي معلومات سيتم حجبها وما هي الأسباب لذلك على سبيل المثال الخوف أو الرغبة في توصيل المعلومات بأنفسهم إلى آخره يعني احتمال يكون في عندنا الخوف من جهة فلانية أنا ما بدك تحول لي لهيدي المنظمة كفلان من الناس ليش بيوضح لك الاسباب انا كان في اشكاليه مسبقه هو حسب بقى ما يكون الاشكال المجتمع ما بدك تاخذني على مدير مخيم او المجلس المحلي افراد الاسره ما بدي تحولني على اي حدا او غير ذلك يعني مش له مخاوفه مشان انت فعلا ما يتم شاركه المعلومات مع الاشخاص اللي بيكون في عندك تخوف من قبلهم يمكن لاخصائي الحاله توثيق حاله الطفل دون الحصول على موافقه الطفل او مق... هون آه... تفاصيل التفويض احتمال انت هون تاخذ تفويض من قبل الشخص بمين بيمنح لك الموافقه هون تفاصيله توقيع الشخص الذي يمنح الموافقه هون مقدم الرعايه مين الشخص بقى حسب ما هو رمز اخصائي الحاله نحن حتى كعمال اداره حاله لازم نحن نتعامل برموز بالورقيات ما نكتب اي اسم لانه نكتب التاريخ واليوم والشهر اللي حصلت فيه على الموافقه يمكن لاخصائي الحالة توثيق حالة الطفل دون الحصول على موافقة الطفل أو مقدم رعاية في الحالات التالية عندما يكون الطفل دون أب أو أم يعني ما في مقدمي رعاية يكون الطفل صغيرا جدا على منح موافقة بنفسه احتمال يكون عمره ست سنوات فأنت ما بإمكانك تعطيه موافقة عندما يهدد الطفل خطر وشيك بما في ذلك العنف الجنسي أو رزاء الشديد فأنت مضطر فورا تأخذ موافقة بالنيابة عنه في مثل هذه الحالات يمكن فقط مشاركة معلومة الحالة بعد التشاور مع المشرفين التقنيين نص الموافقة المستنيرة يا جماعة مرحبا هون بإمكانك هون هون تكتب اسم الطفل أو مقدم رعاية كرموز اسمي أنت كعامل إدارة حالة تكتب رمزك أعمل مع الجهة الفلانية وهي منظمة إنسانية ودوري مساعدة الأطفال والأسر الذين يعانون من صعوبات تعمل تعمل مع مين شو بتعمل بمجال حماية الطفل تعمل بكذا وتشرح أنت عمل وكالتك هون شرحي لك كافة الخطوات حاليا في مخيمك او مجتمعك هي تقدم خدمات انسانيه للاطفال يعني عن وكالتك انا هنا اليوم لاتحدث فهم وضعك الحالي والغرض من القيام بهذا بالنسبه لي هو معرفه وضعك كيف نتمكن من تزويدك بمعلومات حول الخدمات المتوفره والمساعده باعتبار هذه المقابلة أنها ضمان الحصول على دعم مباشر أو غير مباشر لكننا سنرى إن كان بإمكاننا فيما يلي يعني مساعدتك على تحسين وضعك فأنت هم تشرح إيش المزايا اللي راح تشرحها باحتمال تحصل على أنشطة تعليمية ترفيهية رعاية صحية ودعم نفسي اجتماعي مواد عينية وفرص لضمان سلامتك وسلامة طفلك في مجتمعك من المهم جدا أن أنت تحفظ هون عن السرية وتحكي عن السرية واني ما يكون في خطر اتجاه الطفل ابدا واحتاج الى المعلومات التي تقدمها لي اذا اكتشفت ان طفلك في خطر مختلف. هون انا مضطر ان اخرق السريه اذا كان في خطر اذا كان من قبل الطفل نفسه او من قبل مقدمي الرعايه او علمت انك تخطط لازاء نفسك بشكل خطير فانه يجب هون على حينها اخبر والديك او كذا فانت تتحدد مع مين الاشخاص اللي بامكانك انت تشاركهم المعلومات هون بامكانك هون آه وبالتالي سوف لن أتخذ أي إجراء يتعلق بمسألتك دون موافقتك على ذلك إلا إذا اضطررنا للقيام بذلك من أجل حماية سلامتك قبل أن تبدأ وود أيضا أن أطلعك على حقوقك أثناء عملنا معا وأنا أطلعك على كل ما أتحدث معه عن المعلومات ذاتها لديك الحق بتوسيع كامل قصتك أو جزء منها هون بإمكانك أنت تحكي معه ولك الحق بالإجابة على الأسئلة كلها فينك أنت تعترض عن الأسئلة بمتلك تكنيك مرتاح وكنيك ما شعر بأي نوع من أنواع الخوف لديك الحق في رفض خدمات إدارة الحالة وسوف أطلعك على خيار آخر الخدمات في المجتمع هل لديك أي أسئلة حول دوري والخدمات التي يمكنها توفيرها لك هل يمكنك أن تمنحني الإذن بالمتابعة في خدمات إدارة الحالة في هذه المرحلة هل هناك أي معلومات معينة لا تريد مني مشاركتها مع أي شخص معين فأنت هون ضروري لازم نأخذ معه بموضوع المشاركة هذا بما يخص يا جماعة بموضوع الموافقة المستنيرة آه آه في أسئلة عبد الرزاق بيقول لي إذا ممكن تعبي هي المعلومات بشكل علمي بيكون الشرح أوضح أنا أنا بشرح لكم بشكل مباشر يا جماعة تمام أشرح لكم كيف أنا بإمكانك تعبيها يعني شرحت لك أنا وأبحكي من خلال نقاشي كيف عم بإمكاني عبي عم عبي بعبيها واضحة لكم ولا أرجع أعبي لكم إياها عملياً؟ انا مش شرحي الشفهي هو عملي بامكانك انت تكتب مباشره وتعمل فيها تمام آه راح اشارك معكم هلا آه نموذج التسجيل وانا مباشره انا بحكي من خلال نموذج التسجيل كيف أنتو تعبوا المعلومات يا جماعه هذا التطبيق العملي اللي بقدمه تمام يعني انا مباشره أنا بشرح لكم كيف بامكانكم انتم تعبوه واضح نموذج التسجيل لكم استكمال هذا النموذج بعد ان يتم مراجعة وتوقيع نماذج الموافقة المستنيرة بعد ما حصلت انا رح ابدع بموضوع نموذج الموافقة المستنيرة طيب رح افتح لكم ملف وورد وبامكاني انا اكتب بشكل مباشر كمان أنسي اذا ممكن الحالات اللي لازم نخرق فيها السريه يا جماعه احكينا بموضوع السريه اذا كان في خطر حقيقي باذيه على طفل كان هو مصدر اذيه الطفل نفسه او الاخرين اذا كان مقدمي الرعايه هن نفسهم بيسببوا اذيه فانا هو مضطر اخرق السريه او كذا كان العامل الانساني عامل اداره الحاله فانا هو مضطر اخرق السريه وهو موجوده بنموذج يلي حكيته عنه ضمن الموافقه المستنيره راح افتح معكم نموذج التسجيل آه واضح لكم هلا هون تاريخ التسجيل هون بإمكاني أنا هون أحط مثلا التاريخ واحد واحد أكتب نظامي ألفين وأربعة وعشرين مثلا الرمز الموقع وين مثلا أعطوني أي موقع مثلا سوريا افترضت افتراض أبحكي أنا هو مثال ولازم يا جماعة عبا ليست إلكترونيا لازم نحبيها بخط اليد بقلم أزرق ليست إلكترونيا يفضل تعبئتها بقلم أزرق سوريا مخيم أه وادي أه الخير الخير بحط أنا حسب الرمز المرجعي مثلا أه بإمكاني أنا أقول A إيه هون الرمز المرجعي A إيه افتراض D أه صفر أه واحد افترض تمام افتراض أنا بفترض أه الاسم الكامل ما بنكتب اسم بناخذ رمز المرجعي للحالة نفسها هون وبنرجع بنكتبها نفس الشيء تحتهم مباشرة كنترول سي نرجع بامكاننا هون نكتبها بشكل مباشر يا جماعه تمام الجنس ايش هو ذكر بامكاني انا احط هون اشاره على الذكر او حسب انتم ما تشوفوا شو ذكر او انثى بنحط اشاره ذكر او انثى تمام العمر افترضت انا مثلا 12 سنه حطيت 12 سنه تاريخ الميلاد لازم اكتب تاريخ الميلاد اللي بيناسب مع العمر تمام تاريخه مثلا واحد واحد إذا 12 معناتها خلينا نقول 2000 اييه 2011 يمكن بيكون هيك عمره تقريباً مكان الولادة حطوا لي مثلا مكان الولادة مدينة أي مكان مدينة إدلب مثلا آه. حي اييه الضبيط آه. مثال يعني حسب آه. العنوان عنوان وين ساكن الحالي هلا ساكنه الحالي مثلا انا ساكنه الحالي وين خطيه متونه سوريا سوريا افترضت افتراض بفترض انا مخيم وادي الخير مباشر تمام عنوانه السابق اذا كان نازح اذا كان هون نازح وين عنوانه السابق فبامكاني انا اكتب مكان قبل النزوح مثلا ادلب مخيم هو ساكن فيه بالاساس بكتبه موجود اي مكان انتم مختلفاكم مكان السابقيات اتصال محليه بالطفل ان امكن باخذ رقم تواصل تمام بيانات الاتصال مثلا مقدم الرعايه الوالد انا بكتب بعد أنتوا بتحطوا اسمه تمام الاسم بيانات الاتصال الخاص بمقدم الرعايه بما ذلك الاسم اكتبوا الاسم بامكانكم تحطوه تمام تحطوا رقم تواصل تمام يا جماعة بموضوع الحضور ولا يهمكم، بعرف أني موضوع العامل المطري أو الجو بلعب كثير فيه. تمام هون بيانات اتصال مناخدة بنروح من هون هون العناية مين بيقدم بقدم الرعاية مع الطفل؟ أنا هون مضطرة آخذها كلياتها مقدم رعاية اختار احد الخانات، عندي اربع خانات، يعيش مع الاسره او يعيش مع الاقارب او يعيش مع مقدمي رعايه بالغين او يعيش مع اطفال اخرين، لازم اختار خانه وحده وعبيها، ما نعبي الاربعه خانه وحده، يعيش مع الاسره هل هو مع كلا الوالدين نعم ولا لا؟ إذا لا معناتها يعيش مع الاب ولا مع الام ولا ايش نضع دائرة، يعيش مع الاقارب هون أنا معناتها مقدمي رعاية أساسيين ما في، اسم رب الأسرة مين؟ العم الخالد جد كذا، نوع العلاقة نكتبه هل كان الطفل يعرفها من قبل؟ نكتب تاريخ البدء في تقديم الرعاية قصرا على بيقدموا رعاية للطفل إذا ما كان لا الأول ولا الثاني يعيش مع مقدمي رعاية بالغين مين هن مع أقرام بحسب الحكم حكم القانون أو العرف فأنا لازم أذكرها هون وأكتبها بنذكرها كما يعرف الطفل عنا يعيش الطفل إذا ما كان لا الأول ولا الثاني ولا الثالث نروح على الرابع ونشوف يعيش الطفل مع آخرين دون سن 18 سنة احتمال يكون مع أطفال وانت تذكر ايش نوع العلاقه هون ضمن هذا الوصف لازم انا يصني وصف بسيط يا جماعه وصف بسيط المخاوف المتعلقه بالحمايه التي تم وصفها بمرحله التحديد او احاله اذا كانت مصدر احاله تم تحويل احالة من جهه الفلانيه ايش آه المخاوف المتعلقه آه باتجاه الطفل لازم انا اذكرها كلياتها يعني اذكر طفل آه عمره 12 سنه يعاني من مشاكل بالنوم عنده ضائقة نفسية كتير كبيرة هذا الشيء أثر على تعليمه خلاه ينقطع عن المدرسة وبالتالي يروح يشتغل بمجال العمالة لازم أسكن هون وصف بسيط عن الحالة تمام بعدين بدي قيم مستوى الخطورة هي هي عالية أنت فينا حسب وصفك وحسب ما تشوف عوامل الضعف ومستوى المخاطر ولا متوسطة ولا متدنية إذا كان المستوى متدني بنحط تاريخ التقييم هون ونسكره رمز اخصائي الحالة لازم اكتبها راح يوقع رمز اخصائي الحالة هون تاريخ استكمال النموذج هلا خلصته انت بنفس الجلسة ولا بتحتاج أكثر من جلسة لا تعملها وبتحطه باليوم بالشهر وبالسنة احتمال ما يكون بنفس الجلسة واحتمال يكون بنفس الجلسة فبتكتب تاريخ التسجيل من فوق نفسه تاريخ التسجيل من الأسفل هذا بما يخص موضوع فورم التسجيل تمام أخذنا الموافقة المستنيرة وأخذنا فورم التسجيل الأمور تمام واضحه حديث الان جماعه في اي سؤال او استفسار في اي اسئله قبل ما ننتقل للخطوه الثانيه تمام واضح راح ننتقل هل راح يجينا بالامتحان ايش راح يجيكم بالامتحان يا جماعه هي الامثله راح تكون عباره عن 30 اسئله اسئله اختيار من متعدد راح تقيس كل شيء محاضرات تم التحدث عنها بالمجمل، وفيني نحكي إن شاء الله يوم الخميس عن موضوع شو هيك نحط فترة مشان موضوع الامتحان. آه رح ننطلق مع بعضنا آه آه بالخطوة الثانية يلي هي خطوة آه التقييم، نحاول اليوم نخلصها مشان ما نطول كثير. رح ناخذ شوي من وقتكم باعتبار نحن دخلنا على المضاح المحاضرة بالسبعة وعشرة إذا ما في مانع عند الجميع. وان شاء الله هيك موضوع الانترنت بيساعد الكل باذن الله تفضل حدا عنده مشاركه بقى ما اعمل انا المشاركه حدا عنده مداخله تفضل دارين تفضلي الله يعافيك يا رب اهلا وسهلا أهلا فيك أهلا بدي أسألك المرجع لنا ثابت اليوتيوب يعني كمان هلا بس نخلص دورة عشان أقرب الامتحان تماما آه من رجل. يعني من راجع المادة عم يزيوب صح؟ كل موضوع صحيح. يعني صحيح مية بالمية آه. المحاضرات كاملة مسجلة وعم تنزل مباشرة ثاني يوم تسجيل المحاضرة إذا شايفين نحن كل المحاضرات عم نسجلها والأسماح اللي يعني ما تسمح له بموضوع الحضور على الإنترنت نتيجة ضعف معين أو إشكاليات معينة لكن في نسبة الحضور يا جماعة مشان نكون بالموضوع كل شيء نحن تم التطرق له بالمحاضرات عم يتم تسجيله وعم ينزل كل محاضره بمحاضرتها فيكم ترجعوا لها وتحضروا منها تمام تمام بس على هاي السيره انا في يوم ما كان معي نت ما قدرت ادخل وفي ولا يوم ولا يهمك نهائيا يعني ان شاء الله فينك ترجعي على اليوتيوب تسمعي بشكل مباشر محاضرات رح تبقى موجوده على القناه ان شاء الله رح تكون موجوده على القناه أنسي رمزيه حاليا بتجي انا كاخصائي حالي سجلت الرمز بس ما سجلت الاسم ما ممكن نضيع بالحالات ولاقي صعوبه بالرجل لا لا, لا. دائما بيكون عزيزتي ياسمين بيكون عندك دفتر خاص لك دفتر ملاحظات نحن بنسميه بتحطي جدول لألك بامكانك انت تعملي جدول ملف تفتحي اسم رمز الحاله وتحطي الاسم لك بيكون محصور بينك بينك وبين نفسك تحطي الرمز الفلاني مثلا سي اي واحد يكون مقابله اسم الطفل احمد الياسين مثلا تمام شان انت ما تضيعي ولا تلاقي صعوبه وتلاقي تشوشات بالحالات اللي موجوده عندك فانت بتحفظيها من كثر ما راح تكون الك متابعات مع الطفل فانت لحالك راح تحفظي هذا الرمز برجع للطفل الفلاني اوكي لكن على ورقيات نهائيا ما بينزل اي شيء مؤسستك فقط لإلك مشان تحفظي هذا عنده أي سؤال في حالة الحالات لوكالات تانية بشارك الاسم وفقط رمز المرجعي تركوني موضوع الإحالة إن شاء الله للجلسة تانية رح نشارك الاسم ومشارك المعلومات وقت الحاجة جاوبتك على السؤال تمام رح عفظ. نحط اسم مرجعي ومشاركهم بعض الجهات ما بتقبل بدها اسم بعد أمرك تفضلي آه أنا ما قدرت أدخل الساعة 8 بسبب النت السيء عنا بسبب المطر وأكمل ما بعرف إذا هذا الموضوع ممكن يأثر على الحضور أو هيك لا شوفي هلا اذا انت حضرتي محاضرات سابقه وكانت امورك بالحضور تمام في نسبه للحضور بس مو اكثر من هيك تمام الله يعطيك العافيه الله يعافيك يا رب راح ننتقل للسؤال الخطوه الثانيه نحن خلصنا التحديد والتسجيل كان كامل وشامل تمام آه خلصنا منه بالخطوه الاولى رح ناخذ الخطوه الثانيه على مرحله التقييم ان شاء الله والتقييم كمان رح ناخذ له فورم كامل له رح ناخذ هيك بعض الخطوط والعناوين ان شاء الله الواضحه لكم مشان افرجيكم النموذج قبل ما تخلص ان شاء الله المحاضره بعد ما خلصت التحديث والتسجيل وشفت اني في انا اموري تمام آه بخصوص هذا الامر كانت الامور تمام وكانت في اني بعد ما حددت وسجلت وشفتي فعلا اني هيدي المعايير بتتناسب مع مؤسستك وفي مستويات مخاطر معينه وانت اتخذتي اجراء فانا بنتقل على الخطوه الثانيه بشكل مباشر اللي يعني هي التقييم شي فشل انت انا تمام اما اذا ما كان هون مثل ما قلت لكم من شوي بنوقف التقييم كثير نقطة جوهرية اللي بيساعدك يكون عندك حكم إكلينيكي حكم مهني واضح لتبني عليه خطة التنفيذ الخطة والتنفيذ يعني التقييم عم يكون الامتحان بعد اسبوع تقريبا ببعثوا رابط حقق نسبه 80% على الايميل ان شاء الله هن راح يتم التواصل معكم عن طريق الايميل في نسبه حضور لازم يتم حضورها وتشوفوا كل المحاضرات موجوده عن قناه اليوتيوب التقييم هو عملية جمع المعلومات وتحليلها لتكوين حكم مهني بشأن الطفل تمام؟ يعني أنت راح ترعى جوانب الطفل من كل جوانبه ولا يراعي التقييم المخاطر اللي يواجهها الطفل بحيث ما بس بيواجه المخاطر راح يذكر لك نقاط القوة نقاط الضعف اللي بتمتلك الطفل تلك الأسرة والموارد والتأثيرات الوقائية أيضا في البيئة المحيطة التي يعيشون فيها يعني أنت بتشمل كافة الأمور اللي بلاعي في الطفل وأسرته والموارد المتاحة أمامه الهدف الأساسي من عملية التقييم هي تحديد الاحتياجات مع التفكير في كل من المخاطر الفورية بيساعدك تفكر أنت مخاطر موجودة تجاه الطفل هي قد مستويات الخطورة الموجودة كذلك الاحتياجات الطويلة الأمد وكذلك من أجل بناء خطة تدخل جيدة بتلبي الاحتياجات كمان آه لازم نحط نحن ببالنا التفكير بشكل مكثف مشاركه كل من الطفل واسرته بعمليه التقييم، يعني انت التقييم ما بيشمل بس الطفل، رح يشمل الطفل مقدمي الرعايه، آه رح يشمل كثير من الجوانب انت مضطر تاخذها من الاشخاص يلي لهم آه تواصل الطفل سواء كان المعلمين، اقرانه، اخواته، احتمال انت التقييم يكون معك اكثر من مرحله ويكون على مدار اكثر من جلسه. آه وكمان خلال عمليه التسجيل الاولى فينا نحن نعتبره كتقييم اولي وليس تقييم شامل انت عم تراقب اني حاله الطفل عم ايش مستويات المخاطر كذلك آه الاحتياجات, الاحتياجات الطويلة المدى وكذلك من اجل بناء خطه تدخل جيده تلبي الاحتياجات مين بغي التفكير بشكل مكثف مثل ما قلنا نحن بمشاركة الطفل وأسرته في عملية التقييم وتكون هي الفرصة الأولى لبناء علاقة مهنية قوية من أجل المساعدة أنواع التقييم في عندنا نوعين تقييم أولي وتقييم شامل التقييم الأولي نموذجيا بيتم التقييم الأولي خلال 24 ساعة أولى من خلال عملية التحديد والتسجيل بإمكانها تكون يا جماعة عملية التحديد والتسجيل من من خلال التقييم الأولي يكون من خلال عملية التحديد والتسجيل خلال 24 ساعة بما بذلك الاستجابة للمخاطر المحتملة التي ممكن أن تؤثر على حياة الطفل غالباً ما يتم التقييم الأولي خلال عملية التحديد للذجيل هذا الشيء برجع إذا حسنت أنت تبني ثقة كتير قوية بينك وبين الطفل ففينك أنت خلال مرحلة التقييم الأولي تقضيها بأول مرحلة يمكن أخذ مجموعة من الملاحظات والتقييمات الأولية عند جمع المعلومات وتحديد معيار الضعف ينبغي أن يراعي التقييم الأولي جانبين اول شيء السلامه البدنيه الصحيه للطفل وحمايته من الضرر المباشر والاحتياجات الاساسيه هي الماوى والطعام والرعايه الصحيه يعني انت اليوم بدك تشوف ان في خطر حقيقي جسدي تجاه هذا الطفل مباشر فانت هون فورا لازم تتدخل في احتياجات اساسيه ماوى طعام ورعايه صحيه غير مؤمنين فانت لازم ترعى هذا الوضع بموضوع التقييم الاولي خلينا نحكي هون بمستويات الخطوره هون خلال من خلال التقييم القوي يجب تحديد اولويات التدخل انت دائما في عندك اولويات للتدخل اذا كانت مستويات الخطوره مرتفعه فانت مضطر تتدخل هون بشكل مباشر الوصف هون لكم بمستويات الخطوره هي المرتفعه والمتوسطه والمنخفضه المرتفعه حتى الوصف بالمقابل الى اطار تدخل الزمني او يعني التدخل الزمني اللي لازم انت تتدخله كعامل اداره حالي بتامين الخدمات للطفل الوصف المرتفع يحتاج الطفل إلى عناية طبية عاجلة ومن المرجح أنه يتعرض للأذى أو الإصابة على نحو خطير أو يخضع لإساءة جنسية مباشرة ومستمرة أو مصاب بإعاقة دائمة وقد يعرض الطفل للانتقاد في البشر او الوفاء ترك الطفل في ظروف الحاليه بدون تدخل وقائي يعني في خطر حقيقي تجاه هذا الطفل فانت لازم تتدخل بشكل مباشر نموذجيا ينبغي جاء تدخل قبل ترك الطفل يعني انت باول جلسه احتمال بالتحديد وتاجيل قبل ما تروح بتقييم شامل وهيدي الامور كلها تروح تتدخل وتبلغ المشرف على الفور المتوسط في خطر اتجاه هذا الطفل لكن درجة معينة من الخطأ أو الأذى فأنت هون بدك خطة وقائية للتدخل أه لا يوجد دليل على الطفل عرضة للخطر الإصابة الخطيرة أو الموت الوشيم فهم بإمكانك خلال أنت غضون 72 ساعة تحط تدخلك يعني بعد ثلاث أيام فعلياً المنخفض المنزل آمن يعني الطفل بيعيش بمنزل أو بخيمة من هالمنزل آمن ما في مخاطر حقيقية اتجاه هذا الطفل أو مخاوف بتعرض هذا الطفل اذا نحن ما تدخلنا بامكاننا نحن هون بعد اسبوع نروح نعمل عمليه التدخل تمام اعزائي يعني انت عندك المرتفع مباشره ما بتستنى في خاطر حقيقي على سلامه هذا الطفل على بقائه ونموه المتوسط في مخاطر اتجاه هذا الطفل لكن يعني ما بتستنى تتدخل اني جسديا يتاذى يعني خلال اذا ما امنت اليوم او بكره بيقضون 72 ساعه المنخفض في مخاوف لكن ان يعني يعيش بمكان مثلا امن خدمات مؤمنه اتجاه هذا الطفل بامكاننا نحن نتدخل بعد اسبوع كامل بعد انتهاء من التقييم الاولي من من الممكن ان يتم اغلاق الحاله وذلك بسبب عده حالات، ممكن ان يكون تسجيل الطفل عن طريق الخطا، يعني انت من خلال التقييم الشامل بالمرحله الاولى سجلت تعرف معايير ومخاطر، رحت بالجلسه الثانيه رحت عملت تقييم اولي، فانت احتمال يكون تغلق الحاله ما ترجع تكفي التقييم الشامل، لا, لا ليش؟ احتمال يكون تم تسجيل الطفل عن طريق الخطا، او ان الطفل غادر المكان لسبب ما. يعني انت سجلته عن طريق الخطا كيف يعني انت بتاخذ المعلومات وكنت مثلا ماسرع وما كنت مركز كثير كبير فغادرته لسبب ما فتركه او ان احيل الطفل لوكاله اخرى تقدم رعايه افضل في حال سيتم متابعة الحالة يجب أن تفعل تفعل قنوات التواصل والزيارات المنزلية بحيث نضمن حالة الاستقرار والاطلاع على أي تحديثات وذلك بحسب مستوى الخطورة الخاص بالحالة. التقييم الشامل هون خلصنا التقييم الأولي رح نتجه هون للتقييم الشامل. ونظرة نظرة أكثر قرباً وعمقاً للطفل أو العائلة. يأتي بعد التقييم الأولي ومكمل له ويعتمد عليه بحيث يتم البحث عن الاحتياجات والبحث في الظروف المختلفة للطفل والعائلة أه سواء كان من النواحي الاقتصادية الاجتماعية عوامل القوة العوامل الوقائية ويمكن أن يكون الشكل التالي يوضح الجوانب التي يمكن أن يستخدمها أو يستوفيها التقييم الشامل شايفين هذا النموذج يا جماعة المقابلي هذا التقييم الشامل، هون نحن بنقيس احتياجات تنمية الطفل كلها، يجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا المسائل المتعلقة بآثار الإساءة ومهارات الطفل وقدرته على حماية نفسه، قدرة الوالدين ومقدمي الرعاية، الأخذ بعين الاعتبار قدرة الوالدين أو مقدم رعاية لحماية الطفل والاستجابة لإحتياجاته. والطريقة التي تعمل بها الأسرة راح ناخذ السياق الاجتماعي والثقافي لأي درجة سيتم تقبل الطفل في المجتمع والحالة المتعلقة بالإتجار بالبشر أو السلوكيات إزاء الأطفال الذين تم الإتجار بهم تأثيرات المجتمع والأسرة الممتدة نشوفها وجود بالغين آخرين هل الطفل بيسكن مع أشخاص ثانيين العوامل الاقتصادية مثل مستوى فقر الأسرة هل بتم تأمين طلبات الطفل هو بتلقى الطفل التعليم آه كيف أوامره تاني يعني هذا التقييم الشامل تمام احتياجات تنمية الطفل قدرة الوالدين آه تأثيرات المجتمع والأسرة الممتدة العوامل الاقتصادية المحيطة بالطفل السياق الاجتماعي والثقافي بكافة جوانبه هذا التقييم الشامل اتجاه الأسرة المشاركة في التقييم من الأشخاص اللي بإمكانهم أن بموضوع التقييم قد تؤثر الطريقة التي يعد بها أخصائي الحالات التقييم على الطريقة التي يشارك بها الطفل دائما فكر من الأشخاص الذين يشاركوا بالتقييم من يمكن يكون بمشاركة التقييم التقييمات التي لا يشارك فيها الطفل او الاسره قد تفتقر الى المعلومات الحيويه قد تؤدي لاجراء تحليل غير صحيح عن الحاله وقد تؤدي الى تدخلات غير مناسبه وبتجعل الاطفال يرفضون خطه التدخل من خيس المبدا لذلك لازم تكون احنا مشاركه منطقيه بتساعدنا على موضوع فرص التمكين اكثر بتساعدنا على حل المشكلات بتساعدنا على بناء ثقه سليمه مين عناصر التقييم؟ يعني هن بيساعدونا بتتذكروا السلم هلا هل فرجيتكم اياه بالصوره من شوي هي احتياجات نمو الطفل هي عناصر التقييم بما في ذلك تاثيرات اساءه المعامله مهاره قدره الطفل على حمايه نفسه السياق الثقافي قدره الوالدين المجتمع والاسره الممتده وغيره من البالغين هون الصوره بتكون لكم اوضح منصورة متونا العرضه العوامل الاقتصاديه وهذا الشيء موجود بالمعايير والدنيا لحمايه الطفل القسم الثالث واضح لانه هلا رح ان شاء الله نموذج التقييم اللي يعني نحن مشتغل له تقييمات تجهيزات المعيشية والرعاية مشوف العلاقة بين مقدمي الرعاية مع الطفل صحة ورفاه الأقارب تؤثر على حالة الطفل العلاقات مع أفراد الأسرة اللي توجد بها تحديات من شأنها التأثير على حماية ورفاه الطفل تاريخ الأسرة نقاط القوة نقاط الطاف نوصف المكان اللي بيقعد فيه الطفل هو منزل أجار منزل مؤمن في كافة الاحتياجات ولا منزل على العظم ما في أي احتياج هو اللي هو بيخام بتفتقر ما في تدفئة خامه ما هي مناسبه فبذكر كل شيء بوصفه من ضمن التقييم ما اذا كان الطفل يعامل بشكل مختلف عن الاطفال الاخرين بالمنزل هل في تمييز اتجاه هذا الطفل ولا ما في تمييز عناصر التقييم الشائعه في حالات الطوارئ تسجيل اضافي للاطفال المنفصلين عن زويهم لازم اعرف هذا الطفل وين الصحه والتغذيه وسبل العيش المياه والصرف الصحي والنظافه الصحيه التعليم والانشطه اليوميه كمان بيهمني اني اذكر الطفل بيطلق اي نوع من انواع الانشطه ولا ما في نشاطات بيتم تامينها تجاه الاطفال أمثلة عن مواطن القوه أه وحدة الأسرة وولائها واستعداد رعاية الأطفال عند القدرة على رعاية طفلهم شبكات الأسرة متكاملة موقع الجغرافي كتير جيد هو أمان الوعي بالقضايا والخدمات الموارد المالية الدين والقيم الروحيه والرعايه الذاتيه والنضج ودائما الاستعداد لطلب المساعده عندهم امكانيه للاستعداد وطلب المساعده والمشاركه في اداره الحالات يلي بامكانها يتم تامينها من قبل افراد المجتمع انا هون خلصت موضوع التقييم راح افرجيكم نموذج لالوكي بامكاننا نحن نعبي التقييم واضح لهون في اي اسئله قبل ما نشوف النموذج وننهي الجلسه يا جماعة ما راح الصوت أنا بعملكم مشاركة تمام؟ أبشركي راح أفرجيكم الفورم. وضح الصورة لكم الفورم؟ واضح هلا إذا شايفين هون إدارة حالات حماية طفل, تقرير, الطفل تقرير تقييم وضع طفل المرحلة الثانية تمام. رح نحكي عنه بالمختصر يا جماعة نفس الشرح يلي هن تونا شرحناه نحن رح يتم تعبئته هون رمز المرجع للطفل أخصائي الحالة قامت أنت قملت التقييم التقييم تستمر في فترة زمنية معينة ممكن أسبوع شفت نحن عند حكينا ب حسب شدة التدخل ومستويات الخطورة فأنت التقييم أقل شيء بياخد منك أسبوع ممكن أسبوعين فحسب حالة الطفل وحسب أنت قد مستنم كعامل إدارة حالة حالات فمخاوف الحمايه اللي تطلعت عليها خلال التسجيل انت مذكور هون تذكر ايش مخاوف الحمايه اللي تطلعتها خلال خلال التسجيل تحط عوامل الضعف أه مستويات الخطوره اهمال اساءه عماله زواج مبكر أه تجنيد فقر نزوح لازم تذكرها فترة التقييم هي اللي هي مدة أسبوعين من واحد مثلا يوم الأحد حتى كتاريخ تمام اكتبها مدة أسبوع مثلا أسبوعين أسبوع واحد كانت من واحد مثلا من واحد واحد 2024 إلى سبعة واحد 2024 قامت الأشخاص المشاركين في التقييم ووظيفتهم هل هو الطفل بنحطه من مقدم رعاية معلم أقران فبإمكانك أنت تذكرهم كلياتهم ضمن قائمة معينة هذا الفورم اذا شفونه هلا انا بعرضه هيك بسلاسه هيك اذا شايفينه هذا بيستخدموه كلاستر حمايه الطفل. نحن عدلنا على هذا الفورم ليكون اسهل بعملنا او بشغلنا رح افرجيكم الفورم يلي بامكاننا نحن نتعامل فيه. هذا الفورم يا جماعه رح تلاقوا شوي صعوبه فيه في عمله او بطريقه شرحه او الشغل ضمنه آه لاني ما هو موضح نحن عملنا توضيح فيه له لاكثر ووزعناه ب بمنطقية أكثر رح أفرجيكم الفورم اللي أنا حاليا عم بشتغل فيه تمام بشتغل فيه كتير ففينكم أنتم منظمة يعني بتشتغلوا فيه أي فورم هني بشتغلوا فيه ما عندي ما عندنا أي إشكالية هذا الفورم يا جماعة اللي بشتغل فيه أنا هذا الفورم تمام تقييم احتياجات الطفل رمز الطفل تمام العمر الجنس تاريخ التسجيل بحطه مثل ما سجلت انا اذا بالمره الماضيه انا سجلت رمز عامل اداره الحاله بحط التاريخ أنا قائمه بمعايير الضعف يعني موجوده بتحطوا بس اشاره منفصل عمل الطفل يعني سوء معامله جسديه انقطاع التعليم ضيق نفسيه اعاقه عقليه مشكله صحيه زواج مبكر شي فينا كل انا ذكرتها تمام اذا في شغلات انا ما ذكرتها بامكانكم انتم تحطوها كمان بعدين بنجي هون الانشطه التعليميه هل الطفل يتلقى انواع من انواع التعليم نعم ولا لا باي صف حاليا اذا كان الطفل منقطع حطي لاي صف مكمل آه هل متسرب ما هو سبب التسرب بامكاني اذكره ها من الناحيه التعليميه ها النشاط الحالي بالطفل تمام شايفينه هذا هذا النشاط الحالي بالطفل نذكره كله رح تشمل الانشطه التعليميه واحد بس كل الأنشطة التعليمية وحطت لكم إياها الأنشطة الن... الن... الثانية أنشطة الدعم النفسي الاجتماعي هل هذا الطفل بيروح على مساحات صديقة للطفل هل بتلقى أنشطة ترفيهية ضمن المدرسة إذا إيه ما هي طبيعة نوع الأنشطة بسكرة إذا لا لا خلاص ما بذكر هل تلقى الطفل سابقا أي نوع من الخدمات التي تقدمها المساحات الصديقة إذا إيه بكتب نعم يوجد إذا لا لا يوجد هم نروح على رعاية الوالدين الثالثة الرعاية الوالدية أو الرعاية البديلة إذا كان رعاية بديلة ممن يتلقى الطفل من الرعاية نوع الرعاية إذا بتتذكروا تون عند تحكي بفورم التحديد والتسجيل نوع الرعاية بذكرها ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ احتمال ما يكون مقدم رعاية، احتمال يكون الجد بكتب بجد هون أو العم أو العمة أو الخالي بذكر هل يوجد تخوف من الفقدان أو الحاجة إلى دعم الرعاية الحالية القائمة؟ اذا نعم بكتب ايش التخوف احتمال اني انا آآ آآ كانت الجده هي كبيره في السن وبترعاني احتمال يكون في وفاه لألا فهذا تخوف لي هذا الطفل بعدين اذا ماتت الجده مين رح يسكن هذا الطفل فبذكر طبيعه التخوف اللي موجود الروتين اليومي هل الطفل يقوم باحد اشكال العماله نعم نوع العمل صيانه سيارات حداد نجار ايش نوعه ما سبب وراء عمل الطفل بس قد عدد الساعات اول شيء هون العمالة بذكرها ليش قام هذا الطفل نتيجة فقر ولا اهمال من قبل الاسرة؟ هل يعتبر نوع من انواع من اشكال سواء انواع العمالة؟ بذكر هذا الامر. الرفاهية النفسية للطفل شايفيننا هون؟ هل هذا الطفل في عنده لعب مع الاصدقاء؟ هي النقاط بدون ما اشرحها واعيدها كلياتها مشان ما اطول عليكم، انتم بامكانكم تاخذوها تعملوا لها لقطة شاشة أه، وتشوفوا الوضع. أه هون بعد ما عملت انا هيدي الامور بعمل ملخص حالة الطفل من قبل الأهل هون بسكر أنا الأهل إيش أجابوا لك عليك هون تم سكر الأهل بسكر الأهل أني تم هذا الطفل عم يعمل من الساعة الفلانية للساعة الفلانية هون بكتب ملخص وصف الأهل للحالة بالأجمل كما ذكر الأهل وليس أنت لا تطور لا تفسر اكتب مثل ما عم بذكر لك الاهل اني يعني انا ابي منقطع عن المدرسه صار له اربع اشهر ابني عم يطلع على التعليم ترك المدرسه راح يشتغل بالعماله نحن نتيجه وضعنا الاقتصادي ما عم لنا فابني مسؤول عن تامين الاحتياجات الاساسيه فبذكر مثل ما ذكروا الاسره هون باجي عن الطفل هون كل اسئلتي عم بتكون من قبل مين الطفل راح اسالها هيدي الاسئله للطفل فهون مذكور كثير من النقاط شي فينا يا جماعة فين تاخذوها تاخذوا لقطة شاشة أو ترجعوا لليوتيوب وتسألوا هيدي الأسئلة للطفل عبارة عن سؤال وتاخذوها بالأجوبة تمام سؤال وجواب انا بمشيها بسهولة مشان بكره بالتسجيلات إذا رجعتوها تكون واضح لكم كلها عن طريق الطفل هون هون الرفاهية الجسدية للطفل إذا في احتمال أنتم تسألوا هون حتى مقدمي المدرسين والمعلمين داعمين نفسيين والدين هون رفاهية تشتكي من الطفل من أي مرض أو إصابة فهي عبارة عن تقييم فورم تقييم وأنت بتعبيه وبتسألوا الطفل رفاهية الجسدية للطفل هون هون الوضع الأسري المعيشي الوضع الاقتصادي اللي بشمل الأسرة لازم تسألوا كلياته بعد ما خلصنا واخذت العوامل الاجتماعيه والعوامل كلها ودرست الطفل هون راح تعمل وصف كامل للحالة احتمال ياخد الوصف معك نص ساعة فينا أفرجيكم إن شاء الله الجلسة يوم الخميس الأخيرة وصف لأي حالة معينة وأعطيكم إياها لكم إياها بتكون من ضمن المدة والشدة والتكرار تمام هون بعد ما خلصت وصف الحالة إن... ممكن يكون يعني تلخيص الحالة كلها؟ تماما 100% تمام عزيزتي تلخيص الحاله كلها تبع ما درستي بالتحديد تجي عملتي تقييم كأولي اولي وشامل بتعملي تلخيص الحاله بتكتبي وصف كامل للحاله يعني مثل تقريبا تماما نفس التقرير رح افرجيكم وصف بجهز لكم اياه وبعطيكم اياه ان شاء الله هون نقاط القوه والضعف إيش اهم مشاكل الطفل هو عنده عمالقه بامكاننا نحلها نحن تامين مورد دخل معين تامين جلسات رفع توعيه فبامكاني انا اذكر ايش مشاكل الطفل أو كيف انا بامكاني احلها بمشاركه مع الاهل ما هي اهم المشاكل الموجوده بدوار الحمايه؟ تذكروا دوار الحمايه اللي نحن حكيناها هي من الطفل والاهل المجتمع والاسره بنحطها اذا كان في شيء أهل الاهل هن بخلوا طفل يطالع عماله كيف بامكانك انت تحل هيدي الطفل؟ تروح تعمل جلسات عن مخاطر العماله، تعمل جلسات عن رفع اهميه التعليم، فبامكانك انت تحط طريقه حلها. نقاط القوة هون نقاط القوة والحماية الفرص الخاصة بالطفل، ايش نقاط القوة؟ احتمال الطفل أن عمره منيح، الطفل واعي لإلك، كيف بإمكانك أنت تساعده بخطة تدخل، الطفل وافق أن يرجع المدرسة، عنده إمكانية، عنده بحب المدرسة بس تركها نتيجة الضعف الاقتصادي، فهي يعتبر موارد متاحة عند الطفل، ففينك أنت تعززها وتقويها. ما هي نقاط القوة والفرص أو المواد الخاصة بدوائر الحماية؟ احتمال مقدمي الرعاية هن متقبلين أن طفل يرجع على المدرسة بس هن ما عندهم إمكانية ليرجعوا ما عندهم مورد مالي فأنت كيف بدك توظفها هاي المحاطة بدوار حماية كلها المجتمع المدرسة في قريبة من بيت الطفل بإمكاني أنا أربطها مع الطفل فيرجع له بعد ما نخلص هذا الأمر توقيع عامل إدارة الحالة تاريخ انتهاء التقييم قلت لكم يمكن مدة أسبوع بتحطوه هون بشيك التقييم مشرف إدارة الحالة وبيراجع معكم وبيتم المراجعة احتمال ياخذ فترة زمنية معينة وبيتم التوقيع عليها وبينهي عملية التقييم أنا بالنسبة لي هون آه خلصت إن شاء الله إذا حدا عنده أي سؤال أو أي استفسار قبل ما ننهي التسرب إيش بيكون المنقطع عن التعليم يا جماعة التسرب بيكون من فترة زمنية أني هو بيروح على المدرسة وبرجع بجي آه احتمال يكون يعني خلال أسبوع متسرب مرتين أما انقطاع التعليم احتمال يكون شهرين أو ثلاثة شهر أو أربعة انقطع كليا عن المدرسة الله يحفظكم يا رب آه بشوفكم بخير آه وإن شاء الله هيك بلقاكم يوم الخميس آه وانتم مستعدين للجلسة الأخيرة وتكون هيك أمورنا إن شاء الله واضحة رح نكفي أربع خطوات هلا بباشر أنا معكم من الناحية التطبيقية ومن الناحية النظرية بكل خطوة من الخطوات عم بفرجيكم كيف نحن بإمكاننا نشتغل مع الخطوات أه, آه. الامتحان حيكون يعني بعد الأسبوع ولا في بعد كم يوم؟ هذا الشيء متفق فيه مع الجامعة إن شاء الله تمام بيتفقوا الجامعة مم. معكم فيه ببعث لكم إيميلاتكم كيف بإمكانكم يحددوا موضوع الامتحان تمام إن شاء الله الله يعطيكم الف عافيه يا رب بامان الله